ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. يا اخي انا مش عارف اجيبها لكم منين ولا من فين. 5000 موضوع كنا بنتكلم فيهم يعني انا وزملائي الاعزاء واحنا قاعدين كده بره في الاوضه التي تجمعنا. بالمناسبه اوضه صغنطوطه يعني، اوضه كلها على بعضها قد ايه؟ مترين في مترين حقيقي مش هزار، او مترين في مترين الا ربع حاجه زي كده، بس بيبقى كلنا قاعدين عم بنتناقش وبنعتقد انها مناقشات لطيفه. على خلفيه المناقشات اللطيفه دي بقى الواحد بيوصل ساعات للنتائج. انا عارف انه هناك جدل دائر، ودون ان نخوض في هذا الجدل بالمناسبه، ودون ان نخوض في الاسماء اللي دايما ليها مننا حق الزماله والصداقه والاحترام والمحبه، انا دايما عندي وجهه نظر في الامور اللي نتناقش فيها على المنابر العامه. في امور تصلح للنقاش العام، زي مثلا لما اقف قدام حضرتك كده في التلفزيون، ابقى واقف في القناه الاولى، واقف في برنامج التاسعه جوه التلفزيون المصري، في مواضيع تصلح ان احنا نتكلم فيها، ده نقاش عام. فاهمني اقصد ايه؟ طيب. وفي مواضيع تانيه لا تصلح للنقاش العام على الاطلاق، هي تصلح دائما للنقاشات الصغيره، يعني نبقى 5 6 10 قاعدين بنتكلم وبنتناقش ونتحاور ونتفق ونختلف. طيب. ايه اللي يصلح دايما للنقاش العام؟ الافكار الكبرى. ايه بتاع النقاش الخاص؟ لانه ما هوش خاص قوي، يعني ممكن نبقى قاعدين في مكان ما، قاعدين في منزل ما، في مكتب ما، في مكتبة ما، فنبدا نتناقش حتى لو هو في مكتبة ندوة، في مكتبة يعني. ينفع هنا نتناقش في الايه؟ في المسائل، ومش هسميها صغائر الامور، في المسائل، تفاصيل. التفاصيل تتناقش لأنها اسمها تفاصيل، تتناقش في حيز ضيق. أما الأفكار الكبرى فتتناقش ممكن في النطاق العام. يعني على سبيل المثال لما نيجي مثلا عايزين نتكلم في أمر ما متعلق مثلا بالإسلام، في فكرة كبرى، هل الإسلام متشدد ولا الإسلام متفتح متحرر؟ دي فكرة كبرى نقدر دايما نتكلم فيها، دي تصلح للنقاش العام ونتكلم فيها مثلا في البرنامج، وممكن نقعد نتناقش فيها مثلا مع دكتور احمد كريم، وممكن نتناقش فيها مع فلان وعلان، اساتذه وفقهاء ومثقفين ومفكرين وما الى ذلك. التفاصيل مش للنقاش العام خالص. عارف ليه؟ لانها تثير المزيد والمزيد من الجدل، وتخلق بالمناسبه خلافات. يعني النقاشات الصغيره، التفاصيل الصغيره تخلق ايه بقى؟ خلافات كبرى، مش اختلافات في وجهه النظر، خلافات كبرى. فتلاقي الناس قاعده عماله بقى بتوصل لمرحله مؤسفه من الايه؟ من الاتهام المتبادل والتشاتم. ما بقتش المساجلات الكلاميه، ما بقتش مناقشات، ما بقاش عرض لوجهات نظر، بقى فيها من التحليل والتحريم والتكفير والتامين، جاي من انت مؤمن ولا انت مش مؤمن؟ انت كافر ولا انت مش كافر؟ دي هنا مناقشات صغيره، تفاصيل. احنا محتاجين ايه اكتر؟ وده سؤال مهم جدا. محتاجين نناقش التفاصيل ولا نناقش الافكار الكبرى؟ انا اظن وقد اكون مخطئ، احنا محتاجين طول الوقت نناقش الافكار الكبرى، لانه احنا عندنا مشكله اصلا في الافكار الكبرى. احنا عندنا مشكله في ان احنا نفهم العالم اللي ما يعرفناش، اللي هو مثلا على سبيل المثال الناس اللي في اوروبا عندها اسلام فوبيا، فنيجي نقول لهم ايه؟ الإسلام غير مخيف على الإطلاق، تعالوا نوريكوا قد إيه الإسلام دين متحرر، دين طول الوقت يدفع للتطور، دين متفتح، دين لا يقوم باضطهاد المرأة على الإطلاق، دين لا يضطهد في اللون، في العرق، في النوع، في الطائفة، في المذهب. فيقولنا طيب إزاي ده؟ في مش عارف جماعة كذا، وفي تنظيم كذا، وفي إلى آخره. فنيجي نقول له لأ، وقبل نشوء هذه الجماعات والتنظيمات تعال أرجعك مثلا لأيام الدولة العباسية، ما تيجي نشوف مثلا فلسفات ابن رشد، ما تيجي نشوف في كتب ابن خلدون، ما تيجي نشوف ونقعد نتناقش. فيقول لي بس أصل دي قديمة. أقول له ما أنت بتقول لي الإسلام كذا، فأنا هوري لك علماء وفلاسفة ومفكرين من المسلمين تاني، وما هماش مقصورين على المنطقة العربية، لا ده في ناس جاية من وسط آسيا، وناس جاية من أقصى المغرب، وناس مش من عندنا خالص، ناس جت من إفريقيا، ناس جت من الهند، ناس جت من الصين، وده بالمناسبة الحقيقة. فطول الوقت كان الإسلام دينا ثابتا وله في الفكر
ما هو دائما متجدد. في فرق ما بين الإسلام دين متجدد، الإسلام دايما ثابت، الأفكار بقى بتبدأ تتجدد، فتليق على إيه؟ تليق على العصر، وتليق على الزمن، وتليق على التركيبات الاجتماعية. الإسلام دين يستطيع دائما أن يحتوي الكل. خد بالك إنه لو مثلا عاوز تشوف معراج الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في الرحلة، بعيدا عن كل النقاش الدائر، هو أي معجزة فيها دايما حكمة، ربنا سبحانه وتعالى بيدي لك حكمة من وراها. طب احنا في رحلة المعراج، مش في الإسراء بالتحديد بقى، في رحلة المعراج نفسها في حكمة من الحكم الإلهية، اللي هي إيه؟ الاستمرارية والاتصال. مش في رحلة المعراج الرسول قابل سيدنا عيسى وقابل سيدنا موسى وقابل سيدنا إبراهيم يبقى دائما الوحي والنبوة والرسالة متصلة غير منفصلة؟ دي الحكمة، فتبقى دي الفكرة الكبرى. هنقعد نناقش التفاصيل؟ هو احنا مهتمين قوي بالتفاصيل للدرجة دي؟ أيوة يوسف احنا مهتمين، في ندوة في المكتب، في جلسة في مكتبنا الخاص، في منزلنا العامر إلى آخره. هو ده اللي أنا عايز أوصله لكل المشاهدين. أرجوكم، واللي بقوله لا هو دفاع ولا هو هجوم، أنا هنا بقى برجع للأصل في المسألة. المناقشة تكون في الأفكار الكبرى. لما إحنا نقف مع حضراتكم، هل إحنا بس اللي منوطين بالمناقشة وبعرض الأفكار؟ إطلاق، بالعكس. أنا أتذكر كويس قوي في مكالمة فخامة الرئيس لينا في هذا البرنامج اللي اتشرفنا بيها، وانا حتى اتكلمت مع فخامة الرئيس في السؤال وقلت له وهل يفتح باب الاجتهاد ولا بلاش اجتهاد يا فندم؟ فقال لي انت ليه تراجعت على كلمة الاجتهاد؟ قلت له عشان على طول هتثور علينا ثائرة السوشيال ميديا ويبدأوا يشتمونا ولا يتهمونا. قال لي لا، لازم يبقى في اجتهاد. بس السؤال، وده اللي طرحه الرئيس بقى، هو ايه الاكتر او ايه الاكثر قدرة على التأثير؟ برنامجك او الاعلام، مع احترامي بأخلاق الرئيس دايما المعتادة، مع احترامي، ولا مسلسل؟ فأنا جاوبت قلت له لا طبعا مسلسل. قال لي نبقى متفقين. إذن تعالوا نقعد نفكر إزاي المسلسلات تبدأ تناقش الأفكار الكبرى وتخلق تأثير إيجابي. بين قوسين بقى، تقدمي، حداثي، حضاري. إزاي الأفلام تقدر تعمل تأثير إيجابي؟ بين قوسين برضو، تقدمي، حداثي، حضاري. وبعد كده نبدأ نذهب إلى مناقشات ممكن تحصل أحيانا في البرامج في إطار الأفكار الكبرى. كتب وتؤلف، ندوات وتعقد، ده بياخد وقت طبعا. بالمناسبة مفيش حلقة هتغير دماغ الناس، ومفيش برنامج مهما على شأنه ومهما كبر اسم مقدمه هيغير دماغ الناس. في حاجة اسمها التراكم في البرنامج، يعني مش الحلقة، والتراكم في البرامج، والأكبر والأشمل والأقدر على التأثير دايما هي الدراما. دراما التلفزيون اللي جوه كل بيت، يليها السينما لأنها بره البيت، ويليها الكتاب لأن احنا ما بنقراش كتير للأسف الشديد. وحتى لو احنا بنقرا كتير، مش الكتب هي اللي هتعمل التغيير الجذري في الأذهان خالص. تاني ارجع، دراما، سينما، إعلام، كتب. الإعلام هنا مشمول فيه ما هو مرئي وما هو مسموع وما هو مطبوع أي مكتوب. مش عايز أطيل عليكم، بس أنا فعلا الموضوع شغلني جدا خلال من 2017 مثلا، احنا بنتكلم دلوقتي تقريبا داخلين على 5 سنين، شغلني جدا. أنا واحد من الناس لو سمحت لي عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أقدر أقول لك إن أنا طول الوقت، لو سمحت لي في إن أنا أقول لك بس تجربتي، أنا طول الوقت في ال5 سنين أنا حصل لي تغييرات جذرية كبيرة في حياتي. في حياتي بمعنى ايه؟ هنا ده اتغير كتير قوي في ظني انه للافضل. ما كنتش شخص كويس من وجهة نظري، اظن ان انا بقرب ان انا ابقى كويس، فهمني اقصد ايه. ما كنتش شخص حكيم من وجهة نظري، بحاول اقرب ناحية الحكمة. وفي ذلك ايضا حاجة مع متعلقة بالسن، وانت قاعد عمال بتكبر، فهمني اقصد ايه، وانت قاعد عمال بتبص على تراكم خبرات ال47 سنة اللي فاتوا في حالتي، وبتبص على تراكم خبرات اللي حواليك، وبتبص على المقارنة دلوقتي ولا قبل كده. ممكن نبقى دايما بصين على الأفكار الكبرى اللي فعلا بتغير. التفاصيل تترك لأهل التفاصيل، والكبار يفكرون دائما في الأفكار الكبرى. تعالوا نروح بقى لأفكار كبرى
من كام سنة فاكرين سنة 17 أو 16 أو 15 أو ما سبق الوضع في سيناء كان عامل إزاي؟ الوضع كان صعب قوي قوي، وكنا نقول مصر الدولة الجيش الداخلية بيحاربوا الإرهاب في سيناء. ناس فقدت الإيمان وتصورت إنه سيناء مش هترجع تاني زي الأول، وناس فضلت ربطة في قلبها الإيمان الكامل بأنه اللي حرر سيناء من احتلال واللي حافظ على هذه البلد، اللي حافظ على حدود هذا الوطن 8000 سنة بأمر الله سبحانه وتعالى أولا هيرجع سيناء أحلى من الأول. وبالمناسبة دون تفاصيل هي رجعت أحلى من الأول بكتير على كل الأصعدة، مفهومة على كل الأصعدة. شمال سيناء اللي كان، وبالمناسبة مسرح العمليات كان ثلاث مدن، لان انا برضو من الناس اللي كانت تتضايق جدا، بس ده من زمان بقى، لما يجي يقول لك ايه هناك ارهاب في سيناء نقول لهم يا جماعه بينا وبين بعض واحنا زملاء بلاش نقول كلمه في ارهاب في سيناء. العمليات كانت في ثلاث مدن، رفح والعريش والشيخ زويد. ما تيجي نشوف اللي بيحصل في سيناء دلوقتي. فلما يحصل في سيناء تدشين خطوط سير الاتوبيسات الجديده وبدء تشغيلها النهارده يوم السبت، وتم تخصيص اتوبيسين للحسنه واتوبيسين تانيين لنخل في وسط سيناء، وانطلاق اتوبيسين من ديوان عام المحافظه في قلب العريش، ده شكل الاتوبيسات بالمناسبه. الله الله، ايش ايش عايزين من ده يا فندم في القاهرة والنبي؟ الماركات الحلوة دي غطي على الماركة يا عم، ولا ما تغطيش، خلينا نفرح وننبسط. ده اللي بيحصل في مصر، واخد بالك؟ ده اللي بيحصل في مصر. بيحصل فين في مصر؟ بيحصل في شمال سيناء. بالمناسبة عشان برضو أهلينا في سيناء يبقوا عارفين، احنا عندنا توفير خط أتوبيس لقرية الروضة. فاكرين الروضة ولا لأ؟ فاكرين الأحداث الجسيمة؟ الشيخ زويد، مش انا كنت بقول لك العريش رفح الشيخ زويد؟ هاي خط اتوبيس من العريش لوادي العمر، خط تاني للقصيمه، خط الحسنه لاسماعيليه، معديه نمره 6، خط نخل لنفق السويس. تحديد قيمه استخدام الاتوبيس كمرحله اولى سواء للعمليه التعليميه او للمواطنين ما بين 40 و 30 و 20 و 10، ويتم مراجعة القيمة أو إعادة تقديرها. لو إحنا بنتكلم حتى على القيمة القصوى 40 جنيه. تيجي تقول يوم ما كتير، أقول لك يا راجل يا طيب. المهم الأتوبيسات بتشتغل على رحلتين كل يوم بإذن ربنا سبحانه وتعالى. بتهدف لإيه؟ لخدمة العملية التعليمية والمواطنين، خصوصا في مناطق وسط سيناء. احنا عايزين الناس تروح مدارسها وجامعاتها وتروح وتيجي. الان الناس الحمد لله والشكر لله آمنة، فاحنا نوفر وسائل المواصلات عشان الناس تقدر تروح وتيجي بسهولة ويسر، فالامور تمشي بقى في مسارها الطبيعي اللي كنا بنتمناه بالمناسبة من عشرات السنين. المسألة برضو ما هياش متعلقة بما قبل 2014، لا ده ما قبل، مش 11-14، لا واللي قبل ده ما كانش موجود خالص، ومش عارف اذا كان هيبقى موجود اصلا ولا لا. هل كان فيه اهتمام ولا ما كانش فيه اهتمام ولا يلا لا بكاء على لبن مسكوب. خلونا نسعد نفتخر باللي بيحصل في بلدنا النهارده، ده اللي بيحصل في سيناء بالمناسبه. تعالى بقى نروح لاسكندريه وموجة البرد والنوات اللي بتحصل. استعدادات محافظة اسكندرية للتصدي لموجة الطقس السيء وتوابع اللي احنا قرينا عنه كده، يقول لك ايه الأخدود العلوي. تعرضت أنحاء متفرقة من محافظة اسكندرية النهاردة لهطول الأمطار، بس كانت متوسطة، صاحبها نشاط للرياح، وصل في بعض التوقيتات لحد العواصف، حصل انخفاض كبير في درجة الحرارة. خلونا ناخد معانا سيادة اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية. اهلا اهلا اهلا. مساء الخير يوسف بيه، ومساء الخير على السادة المشاهدين. ازاي الصحة يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله، النهاردة كله تمام الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. بالمناسبة أنا كنت الصبح في اسكندرية وشايف إن الدنيا ماشية زي الفل. ما شفتش حاجة وحشة الحمد لله لغاية دلوقتي. طيب كويس، يعني احنا عندنا الاستعدادات كلها جاهزة وتمام، مفيش أي مشاكل، مفيش أي زي ما يقولوا اختناقات مرورية بسبب الأمطار، مفيش الحمد لله تجمعات مية في حتة كده ولا حتة كده. يمكن أنا مشيت من حتة اللي على الوش، الحتة اللي مش على الوش أخبارها إيه يا فندم؟ ربما يعني اسكندرية طبعا عشان متعودة على أنواع على مدار الشتاء كله، فطبعا احنا استعداداتنا بتبقى كبيره شويه عن اي محافظه اخرى، فاحنا كنا مستعدين وطبعا منسقين مع الارصاد الجويه.
الامطار كانت طول الليل امطار خفيفه، بعد الفجر مباشره كان في امطار متوسطه على بعض الاحياء، اربع احياء تقريبا عندنا كان فيهم امطار، بقت من بعد الفجر امطار غزيره. الساعه 10 الصبح كان في امطار غزيره على منطقه العجمي، ووصل فيها يعني مش عاوز اقول سلوج، بعض البرد في بعض المناطق. يا خبر. لكن كل الحاجات دي كلها الحمد لله كانت بسيطه بالنسبه لينا. اي تجمعات تم ازالتها سواء في الشوارع الرئيسيه او الشوارع الجانبيه. الحاله المروريه جيده جدا، كانت اكاد اقول لكن امور طبيعيه ما فيهاش اي مشاكل. احنا كان يهمنا في اسكندريه سرعه الرياح، امبارح بالليل كانت قويه جدا، بالنهار كانت من حوالي 40 ل 50 كيلومتر، وارتفاع الامواج وصل من 3.5 الى 4 متر تقريبا. كل دي امور بالنسبه لينا في اسكندريه الحمد لله عاديه. اللي بيهمني دايما الاثار اللي بتنتج عن نتيجه الرياح والعواصف دي. الحمد لله ما عندناش النهارده اي خسائر. طبعا الرياح والعواصف دي لما بتوصل لاكثر من 40 ل 50 كيلو بتؤدي الى سقوط بعض البيوت او بعض البلكونات او سقوط الاعلانات اللي موجوده بتبقى مش متثبته كويس. كل دي الحمد لله امور النهارده تجاوزناها، ما كانش في عندنا اي مشاكل. الحركه المروريه الطبيعيه. النوة دي احنا عارفينها اسمها نوة الشمس الصغرى وبتستمر لمدة 3 ايام. الشمس طلعت لمدة مثلا نص ساعة ساعة وبعد كده اختفت تاني. عندنا غيوم، في احتمالات بيد نزول امطار بكرة لكن اقل من النهاردة. الوضع طبيعي جدا بالنسبة لاسكندرية. المهم ان احنا الساعة 10:30 الصبح فوجئنا بطلب عاجل لقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء فيديو كونفرنس. الحقيقه اطمن على كل المحافظات واحنا موجودين وتابع الحاله مع كل محافظه على حده والاجواء اللي فيها ايه والملاحظات اللي عندهم او سواء كانت طرق اتقفلت او اي حاجه. الامور كانت في بعض المحافظات ثقيله شويه لكن يهمني برضو انا بتكلم عن اسكندريه، لا الامور الحمد لله طبيعيه والحركه المروريه طبيعيه جدا. طيب فتجاوزنا هذه المرحله. المدارس عندنا بكره ان شاء الله الامور برضه طبيعيه، مفيش اي مشاكل ان شاء الله. يعني الدراسه مستمره بكره عادي عشان في ناس عماله تطلع في اشاعات وبتاع؟ لا الاشاعات دي كاذبه نهائيا، مفيش اي حاجه. جونا في اسكندريه احنا اتعودنا على الانواع دي فالامور بالنسبه لنا طبيعيه. احنا ما بنعطلش المدارس الا لما يكون في نوه كبرى او تنسيق مع الارصاد يقول لنا بكره صعب جدا، فانا بدي بناء عليها اجازات، لكن الامور عندنا طبيعيه ان شاء الله. طب انا عندي رجاء بقى ست اللي هو بعد اذنك، الحته بتاعت العمريه، بما اني بقى جاي من اسكندريه على الطريق، الحته بتاعت العمريه واللي هو البنك الشهير الحته هناك، عشان مش هقدر اقول بقى، بس انا بحاول اودي لحضرتك النقطه هتبقى فاهمها كويس جدا. الحته دي زحمه وتريلات وميكروباصات وتوك توك وملاكي، كل حاجه، كل انواع وسائل الركوب والمواصلات موجوده ودايما تفضل واقفه، يعني تفضل مثلا ثبات كده من غير حركه بالنص ساعه. دي هتتحل امتى يا فندم؟ اولا احنا بنتكلم عن منطقه او موقع في تجمع سكاني. لو كنت بتقصد الطريق الصحراوي، ايوه، هقول لحضرتك حاجه. طبعا احنا عندنا في المنطقه دي بعض الباركنج للتريلات الخاصة اللي بتروح للمينا، وده عامل لنا مشكلة هتنتهي إن شاء الله في شهر 5 القادم. عندنا كوبري فيه بعض الإصلاحات، فبعض التريلات والعربيات بدل ما بتدخل كانت اتجاه الاستاد الرياضي، لا بتدخل من أسفل الكوبري، فعملت نوع من التكدس المروري. الموضوع ده يمكن ليه عدة شهور متابعه متابعة جيدة. أيوه. وبنصف فيه مع المينا وإن شاء الله في شهر 5 هتتحل الأزمة دي كلها بإذن الله. يا ميسر الأحوال، أشكرك جدا يا فندم، كل الشكر لحضرتك سيادة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. الحتة دي زحمة جدا بس كويس إنها يعني إن شاء الله تتحل كده. طيب خلونا وإحنا بنتكلم، فتعالوا نتكلم بقى على الطقس. الطقس تحديدا في جنوب سيناء، مطر غزير حصل في جنوب سيناء. انا من الناس بتاعه انه المطر خير، بس سلام سلم لما نعرف نتعامل معاه ونحسن استخدامه. حصل اغلاق بالمناسبه لطريق دهب شرم الشيخ، وتم اعلان حاله الطوارئ في المحافظه. احنا معانا على التليفون مهندسه حنان عمر رئيس قطاع شركه مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء. اهلا بيك يا فندم.
اهلا بحضرتك يا فندم. زي الصحه، طمنينا بقى هتعملوا ايه مع الطقس الشديد ده والمطر الشديد قوي ده؟ هو يعني الحمد لله، هي احنا بدانا يعني من فجر اليوم كان فيه نوه شديده على كل المدن بتاعه المحافظه جنوب سيناء. كل المدن تقريبا اتعرضت لمطره، كان اشدهم كانت مدينه دهب ومدينه ابو زنيمه، انما كل المدن كانت كميات المياه متوسطه. وبعد طبعا هي القضيه كلها مش في المدن الداخليه، لا، الفكره ان المياه دي لما بتتجمع عند المناطق العاليه في الجبال بتبدا تتجمع وتنزل على هيئه سيول. يعني عندنا كان في سيلين موجودين، واحد في مدينه ابو رديس والتاني ما بين دهب وشرم الشيخ. طبعا احنا في انتظار برضو ان طبعا الارصاد مبلغانا ان في تجمعات تانية هتنزل مع الليل، حتى في بعض المدن بتستعد لها زي مدينه ابو زنيمه، وطبعا احنا بندعي ربنا انها تعدي على خير ان شاء الله. هي هتعدي ان شاء الله على خير. طب بس انا عايز افهم، احنا لما بيحصل هذه المياه بتنزل بغزاره كانت او بتنزل بكميات متوسطه وبعد كده تتجمع مثلا في المناطق العاليه او المرتفعه وتبدا تنزل في شكل سيول، احنا بنبقى جاهزين بمناطق لتجميع المياه دي؟ يعني انا دايما بتبقى خشيتي في ايه يا فندم؟ انه المياه دي تتهدر، يعني ده خير نازل من السماء، فانا عايز أشوف هستخدمه إزاي؟ بنزله في مخرات السيل وبعدين بيحصل إيه بقى؟ هي طبيعي إن كان الأول أنت بتسيبها تاخد اتجاهها الطبيعي الاتجاه المنخفض اللي بتنزل على البحر. إنما طبعًا بقى لنا سنين الدولة ممثلة في وزارة الموارد بتعمل سدود وعاملة مشاريع ضخمة في جنوب سيناء عشان تقدر فيها. طبعا في كذا مشروع، منها تهدئه ومنها تخزين. طبعا تخزين او تهدئه للميه دي بحيث ان ايه يمكن الاستفاده منها. حلو. حتى يعني في الفتره خلال الاسبوع ده كان فيه يعني اجتماعات خاصه بان احنا ازاي نحافظ في الهيئه الهندسيه ان احنا نحافظ على كل نقطه ميه في سيناء، سواء ميه السيول او الميه الصرف الصحي المعالجه. في المشاريع طبعا اللي سياده الرئيس افتتحها، وان شاء الله سيناء داخله في الاجراءات دي كامله يعني باذن الله. باذن الله. بشكرك جدا يا باشمهندسه، كل الشكر للمهندسه حنان عمر رئيس قطاع شركه مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء. ببقى سعيد لما بلاقي انه احنا منظورنا للامور بيتغير، زي ما قالت المهندسه حنان، كانت زمان المياه بتنزل هوب بتروح على البحر، يعني من الاخر كده ما بنعملش بيها حاجه. لكن خلال السنين الاخيره ايه اللي بدا يحصل؟ لو خدت بالك بقى، وزاره الموارد ووزاره الاسكان والهيئه الهندسيه بيشتغلوا على انه طول الوقت احنا بنحافظ على الميه، مفيش حاجه اسمها الميه بتتساب وتروح على البحر. يعني بالبلدي كده احنا اولى بالترلملم ده. طبعا ميه نازله لنا فل، نشوف بقى بنجمعها ازاي ونستخدمها ازاي، وتذهب الى ري، تذهب الى حدائق وتجميل، تذهب الى الشرب الى اخره. خلونا هستاذنكم بس نروح للفصل عشان ما اطولش عليكم، احنا النهارده عندنا يعني قصص كتير جدا وحواديت كتير وفقرات وما الى ذلك. هنروح للفصل ونرجع نكمل الكلام. اللي أوله شرط آخره إيه؟ نور. لا، المرة دي آخره فلوس. أول ما يتحط الشرط تعرف إن الفلوس جاية. في حد يكره إنه لما تتحط له شروط يجي له فلوس؟ ده عادة العكس، يعني عادة إيه؟ يقول لك آه الشروط دي معناها إنه كده بقى الفلوس تقل، الفلوس مش جاية إلى آخره. أيا كان تيجي تقول أنت بتتكلم على إيه يا عم يوسف؟ يقول لك واحدة واحدة. اللي أوله شرط آخره فلوس. حلوة ولا وحشة؟ زي توتة توتة، حلوة ولا ملتوتة؟ أنا في رأيي والله لو في شروط ما وفي الآخر خالص هقبض، أهلا وسهلا بالحلال، ودي أهم حاجة. طيب إحنا عارفين إن إحنا عندنا برنامج اسمه تكافل وكرامة تابع لوزارة التضامن الاجتماعي. طيب من ضمن الحاجات إن إحنا يبقى فيه دعم نقدي. جميل. طيب الدعم النقدي ده علشان يستمر نعمل إيه؟ هنعمل شوية حاجات.
إذا استوفيناها يبقى هناخد الفلوس. يبقى كده اللي أوله شرط آخره إيه؟ فلوس. أرجان، بارادس، الحليح. طيب اللي بيحصل إنه بيتعمل حملة في كل المحافظات. ليه الحملة دي؟ علشان توعي المستفيد من برنامج الدعم النقدي بيخص إيه؟ بيخص الشروط كويس التي تضمن حصول أطفال الأسر الأولى بالرعاية على حقهم الصحي وحقهم التعليمي. فلو حصل والشروط دي تم استيفائها والولاد دول يا حبايبي خدوا حقوقهم الصحية وحقهم التعليمي يبقى الفلوس نازلة. يا عم حد يكره؟ يعني مفيش حد بتشرط عليك بحاجة غلسة. ده احنا بنقول لك تاخد بالك من صحة عيالك وتاخد بالك من تعليم عيالك تضمن انه الفلوس نازلة بإذن الله سبحانه وتعالى. الشروط مثلا يقول لك ايه؟ لازم يا جماعة تتابعوا الرعاية الصحية بتاعت مين؟ بتاعت الطفل وأمه على الأقل 3 مرات سنويا، يعني مرة كل 4 أشهر ناخد بعضنا نروح على الوحدة الصحية اللي احنا فيها أو المركز الصحي إلى آخره، نطمن على صحة السيدة الفاضلة اللي بتربي عيالنا دي أمهم والعيال اللزاز اللطاف الحلوين اللي احنا جبناهم الدنيا بأمر الله. كل قد إيه؟ كل 4 أشهر. ماشي كده؟ طيب إيه كمان؟ لازم ننتظم في المدرسة، لازم نشجع ولادنا على الانتظام في المدرسة، لازم نشجع ولادنا يروحوا المدرسة على الأقل يبقى عندي نسبة حضور 80%. لكن أنا أقول للعيال يا عم ما تروحش المدرسة هتعمل لك ايه؟ وتعالى اعلمك حاجة، ما تنزل معايا الشغل، لا. كده يبقى انت ايه؟ ما بتستوفيش الشروط. فتخيل لما يبقى دولة بتقول لك لو سمحت خد بالك من صحة ولادك ومراتك، وخد بالك من تعليم عيالك، ولما تاخد بالك منهم الفلوس تنزل. طيب، هل في حاجة زادت على الشروط دي؟ ايوه. محدش يجوز بناته وهم أقل من السن القانوني. احنا معانا على التليفون دكتور عاطف الشيتاني استشاري المشروطية ببرنامج تكافل وكرامة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله على كل حال، كله تمام الحمد لله. هل المذيع شرح الشروط كويس ولا؟ والله يا حضرتك رائع، يعني أنا قاعد أفكر أقول أنا هقول إيه بعد كده. لا إزاي؟ ازاي؟ خدني مع حضرتك مساعد مساعد. الله، انا سعيد بان المذيعين متميزين زي لا يا فندم. العفو، ربنا يخليك يا فندم، احنا نتشرف. حضرتك برضو في النهايه اشرح لنا بشكل اوفى وبشكل اكيد اقدر مني على اظهار التفاصيل علشان الناس تبقى فاهمه ايه هي الشروط بتاعه الدعم النقدي. طبعا قبل ما نتكلم في الشروط لازم نرجع للخطوة لورا ونتكلم على برنامج تكافل وكرامة بسرعة كده عشان الناس تفهم. عظيم. ان ده برنامجين مش برنامج واحد. حلو. برنامج تكافل وده دعم نقدي مشروط، وكرامة وده دعم مباشر، يعني بنديه للناس اللي في اشد الاحتياج. أيوة. في كبار السن اللي بيشتغلوش، يعني اللي عندهم مشاكل صحية. إنما التكافل هو المعني بالشروط، وده تجربة جديدة في مصر للتعامل مع الفقر، ما حصلتش قبل كده. حلو. إحنا طول عمرنا متعودين إحنا صغيرين على المعونات والضمان ومعونة الشتاء وغيره، ومعاش السيسي، معاش السادات، معاش مش عارف إيه. الناس حتى الدرجة بيربطوا المعاشات برؤساء الجمهورية. صحيح. على أساس إن دايما بيبقى كل رئيس جمهورية وكل قيادة سياسية بتيجي منحازة للفقر، والناس بتبقى دايما على أمل إن هتجيلها معونة مباشرة. إنما تكافل الدولة بتجرب فيه بصراحة، ومن 2015 وبدأ يتحرك، بتجرب فيه أسلوب جديد. هي عايزة تكسر حلقة الفقر اللي في الأسرة، لان الفقر بيولد فقر. الاب والام الفقراء بيطلعوا عيال فقراء، وبيدوروا دايما على انتاج اطفال ممكن تساعدهم على انهم يعني يعيشوا بمصدر رزق جديد، يعني مختلف. ممكن يروحوا يبقوا، ممكن يتسربوا باطفال شوارع، ممكن يروح الغيطان، يبقى ادوات منتجه. هو بيفكر في الاولاد بشكل مختلف. احنا بقى بنفكر للاولاد بشكل يعني مختلف تماما، يعني بنفكر في مستقبله. عشان كده العيل الولد الصغير علشان يوصل او نضمن له مستقبل كويس لازم يتعلم كويس
ولازم ياخد الحق الصحي، الخدمات الصحية، خدمات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحة الأم والطفل، ودي وزارة الصحة بتوفرها لجميع المواطنين مش الفقراء بس، من خلال 5300 وحدة صحية ومركز صحي. كل الناس بتروح تتطعم، كل الناس بتروح تتابع النمو، العيادات مفتوحة للحوامل عشان رعاية الحمل. فاحنا عايزين الأم وأطفالها يروحوا، طبعا هم مش 100% من المستحقين بيروحوا حتى على مستوى مصر. عشان كده بدأنا نفكر، أو الدولة بتفكر أنها تدي الفقير مبالغ شهرية مشروطة. أنت تدي للأولاد حقها التعليم، تروح المدرسة، ولأن التسرب من التعليم طبعا خصوصا في الريف بيبقى أعلى. احنا بنقول له ما يتسربش، طول ما الولد بيروح المدرسة مش هينقطع الدعم الشهري، وطول ما أنت بتطعم الولد انت مش هيحصل اللي انت متخيله وخايف منه يعني. وفي نفس الوقت البنت الصغيره علشان حقها في التعليم وعلشان حمايه صحتها المفروض انها ما تتجوزش قبل 18 سنه، صح، طبقا للقانون طبعا يعني، صح. فالفكره جديده، فكره تكافل، ان هو يضرب عصفورين بحجر، هو بيدي دعم مباشر مشروط. الشروط دي تبدو ان هي يعني كانها يعني تعسف مع الفقير، انما اطلاقا ده هو تحيز من الدوله للاسره الفقيره وللاطفال، لان متابعتهم المشروع طبعا او البرنامج بيتابع وعن قرب الاحصائيات اللي بتتم، لان في شغل بيتم بشراكه مع وزاره الصحه، عاملين منظومه للتحقق من التزام الاسر دي بالشروط. يعني الاسر دي بتتسجل بياناتها في الوحدات الصحيه، وبتيجي البيانات دي بعد كده لوزاره التضامن، وبتحلل البيان علشان نعرف مين اللي التزم ومين اللي بيتحرك ومين اللي انقطع في يعني. وبنبعت مفروض رسائل للناس على اساس ان احنا بنحذرهم اذا انقطاعهم طال. خد بال حضرتك ان في جانب صحي، ان وزاره الصحه وزاره التضامن مع وزاره الصحه الاثنين بيشتركوا في الحمايه الصحيه الاجتماعيه. طبعا. يعني دي برامج المفروض ان الدوله بتتبناها، الصحه مش علاج بس، مش يعني كده المواطن هيبقى عنده حاجه زي بطاقه صحيه او كارت صحي، انا بطلع عليه كوزاره على لضمان استمراريه المعاش او الدعم. فأشوف أنه الأم بتتابع صحياً والكارت بتاعها في المتابعات وفي الختم بتاعه، كذا الحال بالنسبة للولاد بنشوف متابعتهم الصحية، وأيضاً بنتابع حضورهم للمدارس. بس أنا هراجع حضور المدارس إزاي يا دكتور؟ بكشوفات الحضور والانصراف، يعني سجلات الحضور بيتم تبادلها مع يعني بين وزارة التعليم والتعليم الفني، التعليم التربية والتعليم والتعليم الفني، بيبعتوا بانتظام الكشوفات الحضور والانصراف. طيب انا في دي ليا كلام بصراحه. في الكارت والبطاقه الصحيه صعب العبث بيها، صعب، لان في تطعيمات وفي مراجعه لمخزون التطعيم والامصال، فهتقارن بعدد الزيارات اللي دخلت للوحده، فدي سهل لو حد لاعب اعرف ايه امسكه اقفشه. بس حضور المدرسة من عدمه دي بخمسين جنيه. أنا ما أقدرش إن أنا أنكر واقع إحنا عايشين. الموجود لازم تفهم حضرتك إن البرامج بتبنى على أساس إن هي مرتبطة بشكل قطعي مع كل البرامج اللي بيتم تنفيذها وكل المؤسسات اللي بتنفذ البرامج دي على الارض يعني. يعني انا ما اقدرش اقول ان انا بتكلم على التعليم بدون ما اكون انا شايف ان التعليم بيقوم بينهض وعنده مشاكل. انا ما اقدرش انكر ده، ما اقدرش انكر ان انا في الحضر غير في الريف، ما اقدرش انكر ان في مشكله في جوده التعليم عندي. انما انا لازم وانا بصمم بفترض ان التعليم جيد، انما صح. انا بالنسبه لي أنا لست رقيما على وزارة التربية والتعليم، أيوة. وزارة التربية والتعليم عندها مشاكلها
وربنا يعينهم على اللي هم فيه. اللي انا بقصده مش ده يا دكتور، اللي انا بقصده هل في النهايه دكتور عاطف مسؤول عن المشروطيه مش عن المتابعه والتاكد من ان الحاجه حصلت؟ لكن انا بفكر معاك بصوت عالي يا دكتور، انه هل من الممكن ايجاد اليه اكثر دقه اكثر نجاعه اضمن بيها ان الولاد راحوا المدرسه؟ يعني تؤيد الفكره دي ولا لا تؤيدها؟ هو سؤال ذكي طبعا، ما اقدرش انكر ان حضرتك بتفكر بشكل يعني بجد يعني ثابت. اولا انا اقول لحضرتك حاجه، احنا المفروض ان احنا ببرنامج تكافل علشان هو له اهداف صحيه واهداف تعليميه. يعني هو امتى تكافل يكون ناجح؟ لما ما يكونش فيه اميه طبعا، لما يكون في ناس بتتخرج، اسر بتتخرج، بمعنى ان هي استكفت، ما عادش خلاص محتاجه، انما بتلتحق ببرامج فرصه، تلاقي مشروع، تبقى منتجه. يعني هو تغيير في نمط وسلوك الحياه في المستقبل. انما انا ما اقدرش اقول ان انا نجحت حتى ان الولاد كلهم في المدرسه، لا، انا نجاحي ان الولاد يتعلموا صح، انا نجاحي في الصحه ان مش ان الولاد يروح يطعموا خلاص الاطفال، او الست تروح تعمل متابعه حمل، لا اطلاقا. ده هدف مرحلي. انما بعد كده المفروض ان الانيميا يعني تنخفض نسبه الاصابه بالانيميا في الحوامل، المفروض ما يبقاش فيه امراض معديه لان الولاد اتطعمت منها. صح. المفروض ان الاسر عدد الاطفال فيها يبقى اقل لانهم بيروحوا تنظيم اسره. فاحنا كبرنامج في وزاره التضامن بندور على نتائج. وعشان نرجع لسؤال حضرتك ونربط نقول ايه، انا محتاج ان انا يبقى ايه دور مجتمعي علشان انا ادور على النتائج دي كلها. يعني انا حتى لو جالي الطفل 100% حضور في المدارس، انما برضو احنا ما نعرفش جودة التعليم كان اخبارها ايه، فانا لازم يكون معايا ادواتي في الوقت الحالي علشان اتأكد من ان الولد بيكتسب علم ومعرفة اكتر. يعني انما احنا متفقين في الحته دي جدا يا دكتور. اولا عايز اشكرك جدا دكتور عاطف الشيطاني استشاري المشروطيه ببرنامج تكافل وكرامه. قبل ما نطلع فاصل احنا بنقول الكلام ده ليه، ويمكن كنت بتناقش في ده مع دكتور عاطف ليه. اسهل حاجه في الدنيا انه للاسف نوصل الى انه في الدفاتر الولاد حضروا حلو، ويجي الاب ما بيوديش العيال المدرسه ولا حاجه، ومش عشان يقعدوا يريحوا في البيت هينزلهم شغل، أو لا قدر الله ينزل عيال تسرح في الإشارات أو تقف على أبواب ونواصي الطرقات تبيع أي هنتريش، لكن علشان خاطر يتسولوا، وبالنسبة له ده مصدر دخل حلو. نيجي ساعة التستيفة أهو حضروا، غمز بالخمسيناية على طول الورقة الحمراء الحلوة دي، ماشي. لازم أبقى واقعي، أنا مش عايز ده. فاحنا في حاجة مهمة جدا، هي ازاي نقدر نرتقي بمعدل وعي الأسرة بأنه ابنك في المدرسة، خد بالك بقى مش أحسن له بس، ما هو الأب بيقول لك أصل العيال دي بتساعدني في المعايش، أحسن لك من أنه ينزل الشارع، أربح لك من أنه ينزل الشارع، أأمن لك من أنه ينزل الشارع. أصل هو لو نزل الشارع هيتعرض لواحد واثنين وثلاثة وأربعة، حاجات كتير مش عايز نتكلم فيها دلوقتي، ماشي، حاجات كلها سيئة كويس. أربح لك إزاي؟ ما هو الواد لما بينزل الشارع كمان بتعرضه الواحد واثنين وثلاثة وأربعة، صحته بتسوء، فبيتعب، فبيعيا، فبيرقد، فأنت هتصرف على العلاج قد كده، الله، وهتتهرش. العيال دي بتعيا إزاي طول الوقت؟ العيال عيانة أمراض بقى صدرية وأمراض جلدية وعدوى ويا خبر أبيض. فمش من مصلحتك إن الواد ينزل الشارع، مصلحتك يفضل في المدرسة. أولا أرخص لك في النفقات، اتنين ده ابنك حتة منك، فأنت عايز نفسيته أفضل وصحته أفضل ومستقبله أفضل. لما الولد ده هيكبر ويخش مثلا مدرسة فنية ويتعلم حاجة حلوة، هيكسب أحسن 30 مليون مرة من انك انت تبقى رميه في الشارع فيبقى بالدهلكه بيطلع قرشين. او لما يكمل في الجامعه يبقى دكتور عظيم، مهندس عظيم، محامي عظيم، مذيع عظيم، ما هو برضه اربح لك. هي حدوته. فانا بس اللي عايز نقعد نفكر فيه بجد،
ازاي هنقدر نرفع من معدل وعي الأسرة المصرية اللي نخليهم يبقوا فاهمين انه الربحية الكبرى ليك انه العيال تبقى في المدرسة، والمصلحة الأسمى ان الولاد يبقوا في المدرسة، إضافة إلى أنه نجد آلية لضمان أنه ده بجد بيحصل. تعال نروح على أسيوط. يا سلام سلم على أسيوط. مياه أسيوط يعني شركة المية في أسيوط بترفع درجة الاستعداد للدرجات أظن بقى القصوى. خلي بالك المطر في الصعيد لما بينزل ما بيهزرش. البرد في الصعيد لما بينزل ما فيهوش هزار، تلاقيه داخل كده مش بيتسرسب، هو بيخش خبط لزق كده على العظم يفشفشه. طيب سيادة اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد، ازيك يا فندم؟ أنا بيجا بالناس. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله يا رب يكون كل حاجة بخير. قول لنا يا فندم درجات الاستعداد لهذه الموجة القارصة أو بالأصح الموجة الشديدة من هطول الأمطار في أسيوط وفي الوادي الجديد. وسيادتك الحمد لله زي ما سيادتك قلت كده درجة استعداد عالية، عندنا معدات صرف صحي على درجة كفاءة عالية. احنا ساعة ما بيبقى عندنا إنذار بيجي لنا من الشركة القابضة بإن في سوء أحوال جوية بنعمل انتشار بالمعدات بتاعتنا في الأماكن اللي متوقع فيها سقوط أمطار زي الأنفاق وتحت الكباري. كان حصل مرة واحدة في الشتاء ده أمطار جامدة شرس، الحمد لله الانتشار السريع اللي احنا كنا عاملينه قدرنا نتخلص من مية أول بأول. معداتنا بتبقى جاهزة، الممدوح بيه رسلان رئيس الشركة القابضة بيناول بيها في المحافظات أو الشركات الشقيقة لما يكون عندهم موجة أمطار شديدة شوية بنبتدي ندفع نعاونهم بالعربيات. احنا حاليا الامطار الموجوده خفيفه بنقدر نشيلها اول باول، وان شاء الله على عهده الاستعداد لو في اي مشكله باذن الله نقدر نتحكم فيها باذن الله. باذن الله. انا اسف شرقت، في حد بيجيب في سيرتي يا سياده اللواء. دلوقتي نقدر نقول انه الحمد لله والشكر لله سواء اذا كانت اسيوط الوادي الجديد امنتين تماما، ما فيش حاجه تمام. لا في الشوارع الكبيره الحلوه الشياكه ولا في الشوارع الصغيره الحلوه الشياكه برضو. احنا برضو حضرتك اسمح لي برضو احنا بنعمل حاجات استباقيه قبل موسم الامطار، اعمال تطهير الشوارع خطوط الصرف الصحي الكبيره بنطهرها اول باول. بيارات الصرف الصحي، البيارات اللي موجوده في الروافع بنأكد على تشغيل المولدات عشان لو قطع التيار الكهربائي نكون مستعدين. فالحمد لله في درجه استعداد عاليه، وطبعا الدروس المستفاده من السنوات السابقه بنستفيد بيها، وان شاء الله نكون على عهده الاستعداد لاي مشكله لا قدر الله تحصل باذن الله. باذن الله. شكرا لك يا سياده اللواء، كل الشكر سياده اللواء هشام دره رئيس شركه مياه الشرب باسيوط والوادي الجديد. طب تعالوا بقى بعد اذنكم نروح للفاصل. هنعمل ايه في الفاصل؟ لسه مفيش فاصل. ايه ده؟ حدوته كابتن وليد مراد. تعالوا ناخد الحدوته من زمان من وانا صغير. انا من وانا صغير اتربيت وكبرت انا وجيلي على انه الطيارين المصريين اشطر طيارين في الدنيا. حلو. طيب للاسف ظهر في بعض الاوقات بعض الافلام او بعض المسلسلات او بعض الناس اللي تحب تتفزلك يقول لك ايه اسطوره ان الطيار المصري افضل طيار في الدنيا. يا جماعه بلاش مبالغات، احنا طول الوقت شايفين نفسنا كده ما حصلناش باماره ايه يعني احسن طيار في الدنيا. هو الحقيقه بكل الامارات يعني، بالمناسبه يعني هو بكل الامارات. عايزك بقى ترجع لمعركه المنصوره على سبيل المثال، ده على سبيل المثال للحصر. ترجع على الطيارات اللي كنا بنستخدمها واحنا في 6 اكتوبر مثلا، يعني كنا بنستخدم طيارات عامله ازاي وعملنا بيها ايه. هقول لك كمان حتى في استخداماتنا لاحدث الطائرات الموجوده تحديدا طائرات القتال احنا بنعمل بيها اللي صنعوها ما بيعرفوش، وده بجد. طيب اخش على الطيران المدني يا يوسف. بصراحه احنا الطيران المدني بتاعنا زي الفل. انا سافرت عدد عواصم مهول. حلو. وبالمناسبة أنا من الناس التي تتعمد دائما مهما كانت الظروف الحجز على شركة مش الحجز يعني أحط عليها بروتوست ومونيفيستو على رأي عبد الفتاح الأسر، أحجز يعني على الشركة بتاعتنا شركتنا الوطن مصر الطيران. أنا أحب كده والله العظيم ما بهزر، إلا إذا ما لقيتش حجز. ده كده بقى إيه، أبقى رايح لبلان بي يعني هشوف انهي طيران تاني، لكن اولا حاجتي. طيب كابتن وليد مراد الذي صار نجم نجوم السوشيال ميديا في مصر وانجلترا
وأوروبا، فتلاقي انه الفيديو بتاع اللاندنج بتاعه اللي انا حتى قلته لزمالي وقعدوا يضحكوا، قلت لهم يا جماعه اللاندنج ده في علوم الطيران يسمى ملبن، يسمى جيلي كولا، حاجه في منتهى النعومه، مفيش كده. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظه. بص اتفرج عشان بس تبقى فاهم انا بقول ايه. الطياره هتبدا تنزل بقى على الران واي، ساعات الطياره لما بتنزل بتروح نازله كده ملمسه عجل وتفط لفوق، بص دي هتعمل ايه؟ ساعات دي نزلت ولا فطة، الله أكبر الله أكبر، مفيش فططان في الموضوع. إيه فططان دي؟ أنا بخترع مصطلحات بس عموما، يعني هي ساعات كده تنزل تلمس الأرض وتلاقيها راحت إيه، بص إيدي عاملة إزاي، تعالى كده هاتها نديم، بص بص أصل أنا إيه هوريلك هوريلك، بص بص تلاقي الطيران نازلة كده تروح عاملة كده وتروح مكملة. حلو ده كده بإيه؟ بالمؤثرات الصوتية بتاعتي. الطيارة بتاعت الكابتن وليد مراد نزلت ما شاء الله، ربنا يحفظه. كابتن طيار وليد مراد معانا على التليفون، يا دي الهنا يا دي النور يا دي الشرف. والله انا والله انا مبسوط جدا ان انا طبعا الكلام اللي انت قلته يعني كلام يعني كتير عليا جدا، خالص خد بالك والله خالص من قلبي يعني. والله انا مبسوط جدا ان انا معاك، انا عارف ان انا قلت كلام فارغ كمان، حكايه تفط وما تفطش واللاندنج الملبن ده، بس يعني ايه خلينا نقول ده توصيفات البسطاء اللي زي حالاتي يعني. انا والله اول ما شفت كده قلت ايه ده اسمه لاندنج الملبن، قعدوا يضحكوا قلت لهم ناعم خالص مفيش حاجه ما شاء الله الله اكبر، نزل على حته حرير ربنا يحفظك. ربنا يعزك ربنا يعزك. كل اللاندنجز بتاعتك كده كابتن وليد ولا ايه؟ قول لي مواعيدك عشان برضه لما اجي اسافر احجز مع حضرتك بعد اذنك. ده شرف لينا وشرف لمصر. ربنا يخليك. ايه السر ورا اللاندنج الناجح؟ يعني ادي نصيحه لطيارين العالم، ايه السر؟ يعني انا يعني بص هقول لك حاجه، انا كل الكلام اللي انت بتقوله ده انا مبسوط بيه على المستوى الشخصي، ولكن انا يعني انا بقديم لمصر الطيران. الطيران هي صح، هي اللي علمتنا وهي اللي دربتنا وهي اللي خلتنا نطير على احدث طيارات في العالم. حضرتك نزلت بالطياره دي كانت طياره بوينج 37 صح؟ لا يا فندم دي دريم لاينر، دي احدث طياره في العالم. دي ايه يا فندم معلش؟ دي 787 دريم لاينر، دي احدث طياره في العالم. انا جيلي بتاع 37 ما بعرفش حاجه ثانيه. ماشي يا احنا جيل مساكين، اول ما قلنا طياره حديثه نقول لهم بوينج 37. لا حضرتك عدل بقى 787 دريم لاينر، اعمل ابديت حاضر. حضرتك 787 وان شاء الله لما تطير معانا ان شاء الله هتطير عليها باذن الله يعني. ايوه هبقى فرحان يعني اكيد هبقى فرحان ان حضرتك قائد هذه الطياره، ربنا يخلي يعني. حضرتك ربنا يخلي حضرتك، على فكره انا وزمايلي كلنا واحد نفس السكيل. ايوه ما ده اللي انا بقوله، الطيارين بتوعنا مفيش كده والله. بالظبط كده، سواء كنا طيارين حربي او طيارين مدني يعني احنا الاثنين نفس السكيل. عشان عارف ليه؟ عشان احنا مصريين. طيب الحته دي طول فيها ومفيش حد هيقول لك قصر، يعني انا كنت لسه بقول يا جماعه والله الطيارين بتوعنا في منتهى الكفاءه، فايترز كانوا او مدنيين هم فعلا الاكفأ. هل اللي انا بقوله ده حاله كده شوفينيزم علشان انا مصري، ولا ده الجد ودي سمعه الطيار المصري؟ وعلى فكره حضرتك انا اول طيران، انا اول ما تعلمت طيران تعلمت في القوات الجويه في السرب الاول الشراعي، وتعلمت وبقيت مدرس عندهم، وانا اصلا اساسي القوات الجويه. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، يعني انا قديم بالولاء. اذا كان احنا هنعتبر ان ده سكيلز ان ده مستوى، فانا قديم الفضل الاول للقوات الجويه، الفضل الثاني لمدرستنا الكبيرة اللي علمتنا وخلتنا على المستوى الراقي ده شركة مصر. طيب كابتن وليد احنا سمعتنا كطيارين مصريين على مستوى العالم ان احنا فعلا شطار، ولا انا قاعد عمال بقول كلام عاطفي؟ لا يا فندم احنا شطار ومش هتحايد، احنا شطار. وعلى فكرة احنا مش شطار في الطيران بس، في ايه كمان؟ حضرتك دي امكانيات زي ما احنا كده عندنا امكانيات مصران، وديتنا نتعلم في احدث وارقى الاماكن، اتدربنا فيها، اتدربنا بوينج، اتدربنا ايرباص، اتدربنا في احدث مراكز تدريب، امكانيات عامله سكيلز محترمه على فكره. كل الطيارين كل المصريين كده حضرتك يعني شويه امكانيات هتلاقي كتير 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 زي الدكتور زويل، زي الدكتور
مجدي يعقوب، هتلاقي كده حضرتك على طول اول ما يعني اول ما الامكانيه تبقى، وربنا ان شاء الله يكرمنا باذن الله نبقى في كل المجالات باذن الله. طيب سؤال كمان معلش، انا عارف ان هتلاقي كل قنوات الدنيا بتكلمك، لو ما لقيت الفيديو بتاع الطياره بتاعتك واللاندنج اللي عملته منتشر هذا الانتشار في مصر وفي انجلترا وفي دول اوروبيه تانية، يعني اول مره عرفت ان الفيديو بتاعك عمال بينتشر وانت بتترند كان امتى وعرفت ازاي وحسيت بايه؟ والله انا وزميلي الكوبايلوت اللي معايا ابني الصغير كابتن محمد الشكشاكي، لقيته بعد ما روحنا اللوكاندا لقيته بيبعت لي فيديو ان في حد مصورنا. طبعا احنا نزلنا في جو ملبد، يعني جو يعني سيء شويه. وعلى فكره برضه انا عايز اقول لك حاجه استاذ يوسف، احنا انا طالع احنا معدين لده، انا عندي بريفنج اللي فيه هناك كده، ومركز العمليات عندنا عادد عامل اعداد للرحله جيد وتنظيم جيد، وانا نازل عارف ان في ستورم هناك وعارف ان انا هروح اعمل محاوله، اذا ما كانش هروح على المطار الاحتياط، احنا ويل بريف. فما فيش مفاجاه بالنسبه لنا، احنا كل ما في الامر ان احنا تعاملنا بالموقف باحترافيه بشغلنا، ما هي دي احترافيه شغلنا كده، ان انا انزل اعمل محاوله اذا ما كانش في محاوله ناجحه للتاون سيف اروح على مطار القرن. انا ما عملتش حاجه مش طبيعيه، هو ده اللي انا اتفاجئت بيه. يمكن شكل الطياره وهي جايه وهي في الابروتش استدي ثابته موزونه، مع ان الجو وحش جدا والطيارات الثانيه حضراتكم شفتوا هي كان بيحصل فيها ايه. أيوه. احنا الحمد لله جايين ثبات، جايين في كل حاجه في توقيتها ونزلنا، ويمكن عشان زي ما انت حضرتك قلت كده اللاندنج كان له شكل، هو ده يمكن اللي اثار في جو الوحش قوي ده ونتغلب عليه، وبعدين كمان يطلع ان اللاندنج شكله يعني عملت لاندنج مثالي في ظروف غير مثاليه على الاطلاق. هو ده يمكن اللي خلى الناس يعني يلفت نظرهم شويه، انما احنا مدربين على كده. وزي ما انا كنت بقول بالمصطلحات الطياره ما فطتش. ما هو ده حضرتك يمكن يعني يمكن الطياره وانت حضرتك شايفها في الابروتش وهي جايه الطياره ابتدي تماما، مفيش اي اهتزازات، في حين ان الجو ما كانش يعني زي ما حضرتكم شفتوا الطيارات اللي قبل كده كانت عامله ازاي. ايوه واخد بالك، وان هي يعني الحمد لله رب العالمين كان استدي من اول بدايه الاقتراب ايوه لغايه التاتش داون بالديسلريشن الطياره استدي تماما، ودي الحمد لله نرجع برضه تاني لشركه مصر طيران وفضل التدريب الراقي اللي احنا اتدربنا بيه ودربنا بيه. ما شاء الله ربنا يحفظك كابتن. اي حد اي زميل ليا كان عنده رحلته امبارح كان هيعمل نفس التكنيك نفس الاداء نفس كل حاجه حلوه، وكان برضه هتبقى الدنيا جميله برضه. ربنا يحفظك ويحفظكم جميعا الحقيقه. الف الف شكر ليك كابتن طيار وليد مراد صاحب اللاندنج المثالي في ظروف ابعد ما تكون عن لفظ مثالي. دول الطيارين المصريين بمنتهى البساطة، لو ما كانش الطيارين المصريين شديد التميز ما كانش الفيديو ده انتشر في كل حتة في الدنيا بالشكل ده. ده بمنتهى البساطة. هستأذنكم نروح لتقرير حول المأذونة. للمأذونة دور كبير في الحد من الخلافات الزوجية والأسرية، بطبيعتها كسيدة كأنثى فهي ايه تعرف تتحدث باللين بالعواطف بالمحبة، طبعا، وتعرف كده تقنع هذا الرجل الهمام بانه يتريس، خد بالك يتريس بالهداوة، احنا مش رايحين علشان خاطر نطلق ولا لا. طب وساعة الجواز ندي النصيحة الحلوة، خد بالك من كذا وخدي بالك من كذا. طب في حالات انه ناس جاية عايزة مثلا تنفصل وتتطلق فنقعد برضو ننصحهم، ما بلاش عشان واحد واثنين وثلاثة واربعة، وبلاش يا ستي علشان كذا وكذا وكذا، وفكروا كويس كويس. خلي بالك الحكمة ليست مقصورة على الرجال كما يشيع البعض او يحاول البعض ان يلصق الحكمة بالمجتمع الذكوري فقط، الحكمة موجودة كمان عند الستات الكبار، عند امي، عند ام حضرتك، عند عمتنا، خالتنا،
جدتنا الأوادم بتوع زمان بالعقل كانت جدتي تقول كلمة حلوة كده، باللين، بالهداوة، بالسياسة، وتبتسم. خلونا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل الكلام. أنا زينب سيد محمد قواشتي، عندي 34 سنة، خريجة شريعة وقانون جامعة الأزهر. والدي وأخويا في المجال ده من زمان، وكنت حابة أدخل فيه، فيشاء القدر أو النصيب زي ما بيقولوا إني أكمل 30 سنة. المشيخة اللي أنا تابع ليها تفتح بعد ما تم السن القانوني للتقديم ب 14 يوم. كان لي نصيب إن أنا أقدم، وبالفعل تم تعييني سنة 2020، ومن هنا ابتدأت بقى والحمد لله. يعني مش كتير بيحب ان تكون المأذونة واحدة ست، بس بيتهيالي ده بيكون راجع للأهل اللي حواليهم وللزوج، بيكون رافض فكرة ان المأذون ست. يعني انا مرة حد يعني مش حابب الفكرة، فبيقول لي وانت ازاي يعني هتحط ايديكي فوق على ايديهم؟ قلت له انا مش لازم احط ايدي علشان اعقد العقد. يعني بيتوجه لي اسئله كتيره غريبه. طيب مره حد سالني واحنا لما انت تعقدي هل هيكون عقد صحيح؟ لو عقد صحيح طبعا، وجبت له ما يثبت ذلك. قال لي طب انا محتاج اسال دار الافتاء، وبالفعل في الفعل سال وقالوا له عقد صحيح. انا بشوف ان الصلح بين الازواج دور المأذونه فيه بيكون ليه عامل مهم جدا، يمكن اكتر من المأذون كمان. احيانا بيبقى فيه بعض المشاكل والخصوصيات والحاجات الست ما بتقدرش تقولها للمأذون، بس ممكن تقولها للمأذونه بسهوله جدا. كتير بيتصل بيا حتى بعد ما تم الصلح بينهم لاستشارتي، لان احنا نتكلم مع بعض، ان احنا مثلا تاخد رايي في شيء بالنسبه لهم مش مجرد مأذونه، انا بقيت صديقه ليهم. في ناس بتيجي تقول لي احنا بندور على مأذونه، يعني عايزين مأذونه مش عايزين مأذون. فطبعا الكلام ده اكيد بيسعدني يعني ويفرحني. اكتر حد حسيت ان الموضوع فارق معاها، فارق معاها جدا، احنا فارقين معاها كاشخاص، هي مهتميه بالموضوع كانه تبعها يخصها. فاتكلمت معاها وحسيت لا هي اللي لازم تكتب كتابنا. طبيعي جدا كله يستغرب زي ما انا استغربت في الاول، بس كله لما بيفهم ان هي الست ما بقتش مأذونه بس دلوقتي، يعني هي دكتوره ومهندسه خلاص، فبقى فكره ان الست تدخل في الشغل دي حاجه هي متقبله ككونسبت يعني كمبدا، بس المأذونه هي كانت مختلفه شويه، بس لما بنقعد نشرح الناس بتبدا تفهم، فيعني بيبقى الموضوع عادي. كنت متجوزه بقالي 10 سنين تمام، فجأة كده حسيت ان انا حياتي خلاص المفروض وقفت ومش عارفة اكمل. فحد قال لي على الأستاذة زينب، قعدت تتكلم معايا وتقنعني بكلام، وكان بعد انفصال سنة تقريبا ورجعتني تاني لجوزي. فكرة ان الزواج بيتم قبل العشرين سنة انا من وجهة نظري عامل اساسي في المشاكل بين الزوجين، لان بيبقى فيه تسرع، بيبقى فيه عدم ادراكيه، يعني ايه اسره تتفكك، الكلام ده كله. كتير قوي كانوا مبسوطين وفرحانين، وكان بالنسبه لهم ان في مأذونه ست دي حاجه غريبه. يعني بحب يعني بصت الناس عليا واستغرابهم وسؤالهم ليا بقى وازاي بقيتي مأذونه وايه اللي بقابله، الكلام ده كله. يعني موقف فرح من افراح، كنت قاعدة على المنصة بتاعة كاتب الكتاب، فجي منظم الحفل فبيقول لي لو سمحت قوم، ده مكان المأذون. أقول له ما أنا عارفة، هو مصري قوي. قلت له أنا المأذون. الأمور الكبرى، أهلا بيكم الأول. الأمور الكبرى دايما لازم نتناقش فيها مرة واثنين وثلاثة، فمن ضمن الأمور الكبرى هي قمة بروكسل، الدول الإفريقية ودول الاتحاد الأوروبي، أو دول الاتحاد الأفريقي ودول الاتحاد الأوروبي،
ده أمر كبير. طيب حصاد بقى بروكسل وتحديدا الحصاد اللي يخصنا حصاد لقاءات فخامة الرئيس في بروكسل، خلونا نحاول بقى نفهم هذا الحصاد، نحلله، نشوفه عامل ازاي مع دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام، منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك استاذ يوسف. ازاي صح؟ كله تمام؟ طيب شكرا. خليني ابدا ب يمكن احنا اتكلمنا كتير مع الناس على اهميه هذه القمه، لكن في حاجه مهمه جدا في اللقاءات اللي بتبقى على المستوى الرسمي اللي بيحضرها الرئيس، وهناك اللي هي اللقاءات اللي بتبقى بالتاكيد هي رسميه لكن المباحثات الثنائيه اللي بتتم ما بين الرئيس ووزراء، ولقاءات واجتماعات بتتم ما بين الرئيس وما بين المسؤولين الكبار او رؤساء الشركات الضخمه اللي بيعملها على هامش هذه المؤتمرات او اللقاءات او القمم الكبرى. عايزين نحاول نفهمها اكتر. يعني عشان نفهمها لابد نفهم فلسفه السياسه الخارجيه المصريه. يعني في عهد الرئيس السيسي هناك علاقه ما بين السياسه الخارجيه بين الداخل او التنميه في الداخل. حلو. احد اهداف السياسه الخارجيه الثوابت وهدفها هو توظيف السياسه الخارجيه وعلاقات مصر الجيده في بناء شراكات مع الدول الكبرى، دول مختلفه، شراكات اقتصاديه، سياسيه، امنيه، بما ينعكس في نهايه المطاف على تعزيز التنميه في الداخل اللي في نهايه المطاف برضه هينعكس على المواطن المصري. بمعنى اخر يعني السؤال هو ما جدوى هذه الزيارات وهذه اللقاءات لابد لها في النهايه مردود او مخرجات تنعكس على في نهايه المطاف نهايه خالص على المواطن المصري. ازاي؟ الرئيس السيسي دايما في احد اهداف السياسه الخارجيه هو تعزيز التنميه من خلال فتح اسواق جديده امام الاقتصاد المصري، عرض الفرص الواعده في مصر، هناك فرص يعني جاذبه للاستثمارات في المشروعات القوميه الكبرى، محور التنميه في قناه السويس، العاصمه الاداريه، في كل ارجاء مصر هناك مشروعات. مصر الان هي تعد من الدول المرشحه او الدول اللي نسميها الدول الجاذبه للاستثمار في ظل المزايا النسبية اللي بتمتع بها، مزايا اقتصادية ومزايا سياسية ومزايا أمنية، استقرار سياسي، استقرار أمني، وهناك برنامج الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار ومناخ والفرص المختلفة في المشروعات القومية، كل هذا بتمثل بيئة جاذبة في ظل طبعًا الشرق الأوسط بيئة مضطرب، صراعات، حروب، حتى شرق أوروبا الآن العالم كله مضطرب، في هناك روسيا وأمريكا، وبالتالي رأس المال يبحث عن المناطق الآمنة الجاذبة. الاقتصاد المصري هو من الاقتصادات الواعدة لأنه حقق طفرات تنمية كبيرة. وبالتالي دائما نلاحظ في كل لقاءات الرئيس السيسي دائما الجانب الاقتصادي في هذه المحادثات سواء مع نظرائه او مع الرؤساء الرسميين، وجزء من البرنامج الزيارات دائما او اللقاءات الالتقاء بكبريات الشركات الكبرى الاقتصاديه الكبرى لعرض كل هذه الفرص الاقتصاديه لجذب الاستثمارات وفتح افاق امام الاقتصاد المصري. وبالتالي ده دائما في كل المحافل العلاقات الثنائيه او الزيارات الثنائيه او الزيارات في التجمعات الكبرى ومنها بالطبع القمه الاوروبيه الافريقيه، دائما وجدنا لقاءات مع الرئيس السيسي مع يعني رؤساء في افريقيا، في اوروبا، رئيس بلغاريا، رئيس بتاع المفاوضات الاوروبيه، هناك في السنغال، كينيا، يعني كلها تؤكد على ان دائما السياسه الخارجيه مسارات بتحكم هذه السياسه، احد المسارات هو تعظيم المصالح المصريه، المصالح السياسيه والمصالح الاقتصاديه، ولذلك القمه الافريقيه الاوروبيه كان لها حصاد او مخرجات بالنسبه للجانب المصري، بالنسبه للدوله المصريه. بالنسبه للاقتصاد المصري احد ابرز هذه الامور اولا تعظيم عرض الفرص الكبيره اللي الرئيس السيسي عرضها يعني امام هذه الدول وجذب استثمارات، فتح اسواق، ابرام اتفاقات وتفاهمات كثيره، تطوير وتفعيل التعاون التجاري بين مصر وهذه الدول، وبالتالي كل هذا بيؤكد حتى يعني حتى على المستوى الغير اقتصادي، المستوى الامني والمستوى السياسي. يعني رئيس بلغاريا يعني اشار في لقائه مع الرئيس السيسي عندما قال ان مصر تعد ركيزه للاستقرار في الشرق الاوسط. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا ان اوروبا تنظر للشرق الاوسط من منظور ان هذه المنطقه هي منطقه مضطربه، منطقه صراعات، حروب اهليه، ازمات، هجره غير شرعيه غير مشروعه من الشرق الاوسط من افريقيا، وبالتالي في هذه البيئه المضطربه اوروبا اصبحت في مرمى تداعيات سلبيه لهذه المنطقه، سواء الارهاب اصبحت يعني في مرمى العمليات الارهابيه، ايضا يعني تعاني من الهجره غير المشروعه، من عدم الاستقرار، وبالتالي هناك مصلحه اوروبيه مباشره وحيويه في تحقيق الاستقرار في هذه المنطقه، كيف يمكن تحقيقه؟ من خلال التعامل والتنسيق مع مصر كاعتبار الدوله المفتاحيه التي لديها تجارب عمليه في مواجهه كل هذه الازمات والتحديات في متعلق بالارهاب، من خلال الرؤيه المشروعيه المصريه والمقاربه الشامله، المواجهه التنمويه والسياسيه والاقتصاديه والايديولوجيه التي نجحت في القضاء على الظاهره الارهابيه، وبالتالي هنا الغرب بدا يعني يتماهى ويقترب ويقتنع ان الرؤيه المصريه في مواجهه الارهاب هي الرؤيه الانجح،
لأن الغرب كان يركز على فكرة البعد الأمني، الازدواجية في التعامل مع التنظيمات الإرهابية ما بين معتدلة وغير معتدلة، توفير بيئات حاضنة له في الغرب، توفير منصات إعلامية. بدأ الغرب يكتوي عندما انقلب السحر على الساحر، بدأ يتراجع ويتراجع في موقفه ويذهب إلى من لديهم خبرة ولديهم تجربة في مواجهة الإرهاب. ولذلك كان دائما أوروبا تعتبر الآن أن مصر لديها ركيزة أساسية في التعامل مع الإرهاب. أيضا في قضية الهجرة غير مشروعة، مصر دولة نجحت في تحقيق ما يسمى صفر هجرة غير مشروعة عبر أراضيها، عبر الحدود المصرية. الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة هنا أيضا. الرؤية المصرية، الغرب كان يمنع يعني عند الوصول في إيطاليا واليونان دول الوصول، يعني ويحطوا إدعام في معسكرات، وثم هناك أزمات قانونية ومشكلات وتوظيف من جانب اليمين. بدأت الرؤية المصرية فكرة معالجة هذه الظاهرة من المنبع، من الجذور، من خلال ماذا، كيف يتحقق؟ من خلال تحقيق التنمية، الربط بين الأزمات وبين المشكلات. بمعنى أن كما سارت مصر في مسار مواجهة الإرهاب والتحديات، والمسار الآخر التنمية وتحقيق طفرة تنموية وإصلاح اقتصادي والمشروعات القومية، هذه التجربة الآن هي تريد أن تنقل أو يعني تكون موجودة في الدول الأفريقية. الدول الأفريقية لها أزمات، لها تحديات، لها مشكلات، صراعات، حروب أهلية، مجموعات الجهادية تنتشر في دول الساحل والصحراء، تنظيمات الإرهابية تتكاثر يوميا، وهناك حروب أهلية طاحنة، هناك يعني فقر، هناك هجرة غير مشروع. بمعنى البيئة الأفريقية تطرد أو هذه الشباب عبر مراكب الموت اتجاه الأوروبا. كيف يمكن وقف هذه الظاهرة؟ من خلال المنبع، من خلال تحقيق التنمية، تحقيق مواجهة الأزمات. ولذلك هنا المخرجات لهذه القمة الأفريقية في بروكسل كانت بالنسبة لدعم القضية الأفريقية، لأن مصر هنا تعتبر أن القضية الأفريقية وهموم أفريقيا ومشكلات أفريقيا وأزمات أفريقيا في قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية، من خلال مقاربة مصرية واضحة ومعروفة. فكرة أولا حجز الدعم الدولي لمساعدة الدول الأفريقية، بمعنى آخر تغيير المعادلات القديمة، فكرة أن أفريقيا مجرد سوق للتصريف سلع الدول الغنية، مجرد مصدر للموارد الخام، أنها يعني تنظر لها نظرة يعني مريبة، أنها مصدر المشكلات والصراعات والإرهاب والهجرة، إلى تحويلها لمنطقة واعدة، إلى علاقات ندية بين أفريقيا وبين هذه الدول، خاصة أن هناك تنافس دولي كبير الآن في العقد الأخير على أوروبا، التنافس الصيني، الهندي، الروسي، الأوروبي، الأمريكي. ولذلك أوروبا تحاول أن توجد لها موطئ قدم في هذا النفوذ، في هذه الكعكة الكبيرة المهمة، لأن أفريقيا هي الوعيدة اقتصاديا في معادلة التنمية. وبالتالي هنا الدور المصري والمقاربة المصرية، تحويل المعادلة الجديدة من خلال تمكين الدول الأفريقية في تحقيق التنمية. يعني أفريقيا لديها موارد طبيعية هائلة، ناتج محلي 2.2 تريليون، عدد سكان 1.2 مليار نسمة، بها موارد معدنية ويعني هائلة، وكان لا يتم توظيفها بسبب الحروب والإرهاب، تستنزف كل هذه الموارد، هي تعرقل التنمية. وبالتالي هنا الفكرة هي كيف يمكن للدول الأوروبية أن تترجم دعمها لأفريقيا، ليس مجرد مساعدات إنسانية أو غيرها أو تعهدات كلها كانت رمزية في السابق، إلى خطوات عملية على أرض الواقع من خلال التمكين في التنمية. كيف؟ يعني سؤال لي ده بالنسبة لي دائما هو السؤال الأهم، يعني على سبيل المثال، هل ينظر الغرب إلى أفريقيا نظرة أمينة صادقة جادة بضرورة التنمية في أفريقيا، وأن أفريقيا تتخطى تحدياتها ومشكلاتها، مشكلاتها اللي مبنية أولا على الفقر، ثم ضعف العملية التعليمية، ضعف المنظومة الصحية، يؤدي ذلك إلى إرهاب في بعض الأحوال، ويؤدي ذلك إلى عدم استقرار سياسي وأمني وصراعات داخلية في أحوال أخرى؟ ولا الغرب بينظر لازال لأفريقيا باعتبارها الميراث القديم الذي آن الأوان المطالبة به، بعد ما شافوا أنه في توجه صيني شديد جوه أفريقيا باعتبارها المستثمر الأكبر، وبعد كده الولايات المتحدة الأمريكية، فلا احنا عايزين حتة من الكيكة؟ هذا جزء منه، التنافس الدولي على أفريقيا والحصول على جزء من الكعكة والخوف من الصينيين، لكن الجزء الأكبر والأهم هو من مصلحة برغماتية بحت، يعني من مصلحة أوروبا، مصلحة أوروبا أن تتحقق، أن تكون هناك استقرار في أفريقيا، لأن عدم التنمية دفع بالهجرة والمشاكل في الغرب، يعاني من الهجرة، وبالتالي هو يعني لديه مصلحة، يعني حتى يعني هو اضطراري، ليس من أجل عيون الأفارقة ولا يعني الغرب والدول المتقدمة أو غيرها تتعامل منطق المصلحة، لكن لديها مصلحة في تحقيق التنمية في أفريقيا، لأن أفريقيا لن تصدر مشكلات. من مصلحة الغرب أن يعالج ويواجه التنظيمات الإرهابية في أفريقيا، لأن هناك أيضا الغرب هو في مرمى هذه الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية، حتى وإن كان هو أصلا الراعي وأحيانا أخرى المؤسس بل والحاضن في أحوال أخرى لهذه التنظيمات الإرهابية، زي ما هو برضو كان بيبقى راعي ومؤسس وحاضن لحركات الانقلابات اللي بتتعمل وتأجيج صراعات أهلية وقبلية وعرقية داخل أفريقيا. هذا كان جزء من الميراث السابق الذي يعني ثبت فشل هذه السياسات، أن المردود من هذه السياسات كلها بدأ يجيب نتائج عكسية. يعني فكرة أن تستغرق أفريقيا كم
المستنقع في الحروب والإرهاب، فكرة الدولة في الوطنية في أفريقيا ضائعة، الدولة الوطنية التي دائما تركز عليها مصر يعني مؤسسات هشة، يعني لا توجد يعني قوات أو يعني مؤسسات قوية تسيطر على الحدود، الجماعات الإرهابية تتحرك في أفريقيا بين الحدود كأنها يعني دون أي رقيب وتتحرك بكل حرية. الغرب كان هناك تنافس أوروبي أمريكي روسي صيني على الدول، وبالتالي كان هناك فكرة الحروب بالوكالة وتأجيج الصراعات، وبالتالي المصلحة في إثارة هذه الفتن لتصدير الأسلحة، الحروب الأهلية، كل هذه الأمور. لكن بدأ الغرب يدرك أن هذه السياسات السابقة بدأت تأتي بنتائج عكسية عليه، لأن الغرب أفريقيا مجاور مباشر لأوروبا طبعاً. وبالتالي أنا مصلحتي كجاري أن يكون هناك حالة من الاستقرار، وهذا ربما ما يدفع الأوروبيين في التعامل هنا. السبب تغيير هذه النظرة نقول أنه الدور المصري، يعني عندما تولت مصر في 2019 كانت دائما فكرة المقاربة المصرية عندما تخاطب أو هذه القوى الكبرى الصين أوروبا الدول التنافس في أفريقيا، أن أفريقيا تمثل هي العنق الزجاجة للعالم في نمو الاقتصاد. العالم الآن تأثر بعد كورونا وأصيب بكورونا، الكل يريد التعافي الاقتصادي لن يكون إلا من خلال أفريقيا، بلد واعدة فيها موارد، فيها معدلات تنمية، اقتصادات كبيرة واعدة منها الاقتصاد المصري، وبالتالي المصلحة الاقتصادية البراجماتية البحتة هو أن يكون هناك شراكات مع أفريقيا وتحقيق التنمية في هذه النقطة. كيف يمكن تحقيق التنمية؟ هل تتحقق؟ هناك تحديات كبيرة، لأن الغرب حتى الآن هو ليس لديه يعني إيه كما يقول يمد خطوة ويرجع خطوات، يعني مثلا عندما تكلم عن نقل التكنولوجيا في التمكين هو يتردد حتى في موضوع اللقاحات، يعني لأن الغرب يريد هو احتكار فكرة التصنيع، لا يريد أن تكون هناك دول صناعية، ويريد أن تظل أفريقيا كسوق دائما لتصريف منتجات. لكن عندما بدأت يعني هل أقدر أقول شيء من الجدية وقليل من الأمانة؟ وقليل من يعني أمانة، لكن المصالح الاقتصادية فكرة الاستئصار، يعني حتى مثلا جائحة كورونا عندما يعني أثبتت أنانية الغرب، يعني عندما تكلم عن المفهوم الإنساني لكن عندما تكلم عن الواقع استأثر باللح، يعني تم تلقيح أكثر من 85% بين مواطني الدول الأوروبية والدول المتقدمة، أقل من 10% من سكان أفريقيا لم فقط لقوا التلقيح، مع أن المنطق يقول أن من مصلحتي أن يتم تلقيح أفريقيا لأن فكرة المناعة الجماعية ستقضي على المرض، وبالتالي جاءت أوميكرون من جنوب أفريقيا. طالما ظل هناك بقعة في العالم أو منطقة لم تتلقى اللقاح سيظل العالم في خطر. النظرة العملية والمنطقية تقول هذا، وبالتالي بدأت أوروبا في القمة الأخيرة تتحرك يعني خطوة أمام عندما يعني سمحت بنقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات في 6 دول من بينها مصر طبعا لأن قدرتها على التصنيع. هذا يعني أن هناك بدأت مردود السياسات الأوروبية السابقة أو الغربية تؤتي بنتائج عكسية مسمى فيدباك، يعني المراجعة. لكن أنا في اعتقادي أن الجزء في هذه المراجعة هو الدور المصري الذي عاد هيكلة النظرة إلى أفريقيا، نظرة العالم الخارج إلى أفريقيا من خلال هذا المر. وبالتالي أحد حصاد القمة الأفريقية الأوروبية هو مسارين، حصاد مصري، علاقات ثنائية، فتح أسواق، دائما في كل الفلسفة في كل اللقاءات، يعني حتى مع قمة، لأن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت طفرة كبيرة. مصر وفيشجراد في السنة العام الماضية، التحالف اليوناني، القبرص المصري، هناك أيضا العلاقات مع ألمانيا يعني شهدت طفرة، مع فرنسا، مع كل الدول، مع الصين. بالتالي هنا مصر تنفتح على كل الاقتصادات، على كل التجارب التنموية، وتأخذ أفضل ما فيها. الميزة النسبية في اليابان التكنولوجي، الميزة النسبية في الاقتصاد الصيني المشروعات الصغيرة ومشروعات كثيفة العمالة، الميزة النسبية في أوروبا في ألمانيا التكنولوجيا والنقل وهكذا. وبالتالي هذا يفيد الاقتصاد المصري في نهاية المطاف، وهذا هو الفكرة من وراء هذه الزيارات الخارجية للرئيس السيسي ولقاءاته وحرصه على المشاركة في كل هذه المؤتمرات. طيب، رغم جائحة كورونا احنا أمناء صادقين جادين في التوجهات بتاعتنا احنا هنا كمصر. ويمكن اخيرا ده سؤالي الاخير، إلى أي مدى الغرب جاد في التعاون مع مصر لإعادة صياغة شكل التعاون ما بين أوروبا وما بين إفريقيا، إعادة صياغة شكل الاقتصاد داخل إفريقيا، تنمية إفريقيا، وقد الصراعات أو إنهائها، عدم يعني أو بالأصح محاربة التطرف فكرا وأمنيا أيضا، إلى أي مدى هم أمناء في التعاون معنا؟ يعني دعنا ننطلق من فكرة المصالح وليس العواطف. الغرب بالعين لديه مصلحة في تحقيق على الاقل حد ادنى من الاستقرار السياسي والامني والتنموي في افريقيا الذي يمنع يعني ايه ان تكون افريقيا مصدر مشكلات او ازمات او تهديد او ازعاج للجانب الاوروبي. لكن دعنا نكون اكثر امانه ايضا ان المتغير المستقل ليس فقط الجانب الاوروبي وان افريقيا مجرد تابع، هنا الكره في الملعب الافريقي، لان الدول الافريقيه عليها ان يعني تتولى زمام الامور
تاخد زي المبادره، لا تنتظر من الغرب ان يعطف عليها او ان يعني يعطي لها ما يسمح به. هم مش لاحقين برضه صراحه، يعني كل ما حد بيرفع راسه بيلاقي تريك، خبطه من اليمين خبطه من الشمال، يعني ما لا يعني على الغرب ان يتوقف عن استيراد يعني الذهب الدامي او الالماز الدامي الى اخره. يعني على الاقل هناك فرصه الان تاريخيه قدام امام افريقيا، وهي فكره التنافس الدولي على افريقيا. يعني انت عندما ياتي المتنافسون الصين الهند روسيا اوروبا امريكا الكل التركية كل يتنافس، انت كافريقيا تستطيع ان تعظم وتستفيد من هذه التنافس لصالحك. كيف؟ اولا توحيد الموقف الافريقي. عندما نتكلم عن افريقيا، افريقيا ليست كلها كتله واحده، يعني هي متباينه في النمو في الاقتصاد، هناك دول تعاني من ازمات كثيره، يعني لابد من وحده او تبلوره الموقف الافريقي، وهنا دور الاتحاد الافريقي والدول اللي عم نسميها القاطرات في هذا الاتحاد حتى تعظم مصالحك مع هذه الدول، يعني تتعامل من منطلق النديه والشراكه. الامر الثاني، الامر سيأخذ وقت لان الغرب يعتمد على معدلات التبعيه مع افريقيا، لكن انا في اعتقادي الان ان الصين تحفز زي ما انت اشرت، تحفز اوروبا لتغيير سياستها، لان الصين تدخل مدخل اقتصادي مدخل تنموي الامريكا تدخل حتى الان مدخل امني الارهاب فقط، الاوروبيين يدخلون مدخل ربما متباين، يعني مدخل احيانا امني مدخل اقتصادي أحيانا يعني انساني لكن لا في النهايه لا توجد بلوره محدده. لكن على الاقل هذه القمه مختلف عن كل القمم السابقة، على الأقل أنها ترجمت بعض المخرجات العملية القابلة للتطبيق، خاصة في أزمة كورونا، يعني فكرة نقل اللقاحات هذه نقطة مهمة، ويعني نقل التكنولوجيا أحد مكاسب مهمة، قضية التغير المناخي أيضا مصر تضغط بشدة في التغير المناخي، خاصة أن أفريقيا غير مسؤولة، وبالتالي هي مخرجات مهمة ستنعكس إيجابا على أفريقيا وعلى أوروبا في المستقبل. يعني احنا في مسألة بقى العلاقات المصرية الإفريقية والأوروبية احنا لازم نقعد تاني وتالت ورابع، عشان دي قضية ملحة ومحورية. انا عايز اشكرك جدا 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 جدا، كل الشكر ليك يا دكتور، كل الشكر دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام، وفعلا لازم تتعدد هذه اللقاءات. استأذنكم في فاصل، هنروح حاجة متعلقة بينا احنا وعيالنا، حالة إدمان الألعاب الإلكترونية، العيال بقت مدمنين ألعاب، الموضوع فيه مخاطر صحية، فيه مخاطر أمنية، إنه إدمان، هل له علاج؟ هل ليه طريقة؟ هنرحب بضيوفنا بعد الفاصل، دكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس وأمين عام الجمعية المصرية للطب النفسي، أيضا المهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات. استنونا بعد إذنكم. عندنا نوع جديد من الإدمان موجود بقاله سنة واثنين وثلاثة ربما أكتر من كده، بنتعامل معاه بشكل أظنه فيه تبسيط شديد، وبنتعامل معاه باستهانة شديدة جدا، واللي هو إدمان الألعاب. العيال كلها بقت ماسكة التليفون وقاعدة عمالة بتلعب، وتلعب مع بعض أونلاين ويلعبوا مع بعض مش أونلاين إزاي معرفش، المهم إن هم بيعملوا حاجة ما طول الوقت على الموبايل، هم قاعدين بيلعبوا تمام، بس العيال كلها بقت قاعدة متنحة ومش عارفة تسيب التليفون. ولما أنت تيجي تقول له اقعد معايا شويه، ولا عودي معايا شويه، ولا عودوا معانا شويه، او تيجي تقول مثلا هاخد التليفون دلوقتي لمده ساعه، بتلاقي العيال هتتجنن وكان عندها اعراض انسحاب، شيء غريب جدا جدا جدا، على ايامي ما شفتوش. احنا كان اخرنا جيم اند واتش عادي، لو انا في الوقت لو البطاريه فضيت خلاص يعني عادي تمام، الدنيا ماشيه، كنا نلعب بورد جيمز زي بنك الحظ كده، دي كانت حاجات لطيفه، تلاقي الناس كلها قاعده بتلعب، احنا قاعدين مع بعض، العيال ماسكه الموبايل بس، حياته على الموبايل، شيء غريب. خلونا نحاول نناقش الموضوع ده مع دكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس وأمين عام جمعية الصحة النفسية المصرية. أهلا بك يا فندم، ازاي الصحة؟ كله تمام الحمد لله. أيضا ضفنا العزيز المهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات، منورنا حبيبي يا أستاذ يوسف، ازاي الحال؟ كله ماشي؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. دكتور هشام، مش ده إدمان؟ يا فندم، إدمان زيه زي إدمان المخدرات مثلا، ولا أهون، ولا أبسط، ولا بالضبط زي ما حضرتك قلت، هو إدمان زيه زي إدمان المخدرات، له أعراض انسحاب، لو حاجة اسمها زيادة في الجرعات، بزود الوقت اللي بقعد عليه، ما بقدرش استحمل عيش من غيره، قد يؤثر على مستوى الدراسي، قد يؤثر لو أنا حتى بشتغل على مستوى العمل بتاعي على قدرتي على الكذب، فأصبح مسجل في تصنيفات الطب النفسي كأحد أنواع الأمراض الإدمانية. وليه اعراض انسحاب؟ وله اعراض انسحاب واضحه، الحاجه وصفتها بصراحه، ان لو خدت من ابني او بنتي او حتى راجل كبير الحاجه اللي هو بيعملها، احساس بالتوتر، عدم القدره على تحمل ان الموضوع مش في ايدي، ورغبه ملحه شديده
للعودة إلى هذا الفئتين. عايز الجرعة. بالضبط يا فندم. طيب هل الخطورة بس مقتصرة على مسألة الإدمان النفسي للعبة ولا إنه كمان لها أخطار أخرى؟ يعني كخبير أمن المعلومات الموضوع خطير؟ طبعا طبعا. هو أصلا حاليا الأطفال بيتم تشكيل الوعي بتاعهم حاليا من الألعاب. بنشوف حاليا بعض الحاجات اللي احنا ممكن مثلا ناخد بالنا منها زي الألعاب القتالية، زي مثلا ألعاب تكون موجهة لتفكير أو لأن أنا أحدد مسار ابني أنه مثلا يكون وليكن مثلا حاجة زي الفيل الأزرق اللي كانت أو الحوت الأزرق اللي كانت موجودة اللعبة دي مع لعبة مريم تقريبا مع بعض الألعاب التانية اللي كانت موجودة الفترة اللي قبلها. كل الألعاب دي أصلا مشكلة أن هي تخلي ابني يعمل بعض المهام بشكل معين، تخلي ابني مثلا تقول له والله اعمل مثلا تاسك أن أنت خد التليفون صور مثلا بابا وماما وهم مثلا إيه مثلا هم نايمين بالليل أو اطلع على فوق السطح مثلا عندكم أو أيا كان مثلا مكان وحاول تصور نفسك من فوق بحيث مثلا أن الولد يقع أو يحصل فيه أي حاجة. الكلام ده على فكرة فيه حوادث مثبتة عالميا موجودة بكل التفاصيل دي. طيب ماذا بعد أن هو مثلا ابني يتم توجيهه أن هو يعمل بعض التفاصيل أو بعض مثلا الخطوات اللي احنا ممكن نقول عليها أن هي فيها أزمة كبيرة؟ مبدئيا هيخلي ابني يتعلم الكذب، هيخلي ابني ممكن مثلا أن هو يحط حاجة على التليفون بتاعه حاجة دي يكون فيها هاك لي، ممكن مثلا سي ان هي تاخد صلاحيات المايك والكاميرا وده كمان احنا لاحظناه وكان في بعض الكيسز اصلا موجوده في حاجه زي كده. بعد ما هيحصل الكلام ده كله هيحصل موضوع الابتزاز وهو الموضوع الاول اللي احنا دايما بنتكلم فيه فيما يتعلق بالحمايه وما يتعلق بالتكنولوجيا حاليا اليومين دول ان انت خلي بالك لان انت لو وقعت فريسه وبقى حد بيبتزك هيقدر ياخد منك حاجات كتير جدا، ممكن ياخد منك فلوس وده حاليا اصلا بنشوفه في بعض الحاجات المختلفه كتير جدا، ممكن ان هو يطلع على حاجتك وسي مثلا خلينا نتفق ان احنا التقدم اللي بقى موجود حاليا ممكن من خلال بعض المعلومات الصغيره لحضرتك دلوقتي اخد حسابك البنكي وده متاح على فكره وممكن اقول لك حتى ستيبس حصلت عالميا موجوده انطلاقه من بعض استخدامات بسيطه جدا للتليفون وممكن نذكر حاجات خاصة بيها. ممكن كمان يحصل ان انا ابني ده يحصل له عقدة نفسية بسبب القصة دي وحتى دكتور ممكن يعني يقول لنا ممكن ده يحصل ازاي. كمان بصايد كل ده ممكن نلاقي ان ابني بيعمل مثلا بينزل حاجات على التليفون ممكن ان هي تشكل خطورة كبيرة جدا وتخليه مثلا يسحب الرصيد اللي على التليفون بتاعه. ده دي أبسط حاجة كمان من ضمن الحاجات اللي ممكن الخطورة بتاع الألعاب تعملها. كمان بنلاقي إن هو ممكن ينزل ألعاب الألعاب دي فيها مثلا إعلانات مخلة ممكن تعلمه الحاجات اللي هي المتعلقة بحاجات فوق سنه إن هو يستوعبها أو يتفرج عليها. فكل المخاطر دي بتودينا لنقطة مهمة جدا وهي ضرورة إن أنا لازم أكون مراقب ابني تقنيا. ليه بتكلم في النقطه دي؟ ويمكن على فكره استاذ يوسف في ناس كتير جدا هاجمتني لما بقول مش عيب ان انت اصلا تجيب تليفون ابنك وتراقبه وتكون معاه على التليفون وتشوف هو بيعمل ايه، لان الفتره دي في بعض التوجيه لبعض الافكار بيخلي دايما الطفل او ابني بيروح لناحيه ان هو ايه ده، انا عايز اشوف ايه ده. يعني مثلا في مثال حتى كان الاعداد اتكلم معانا فيه وهي لعبه روبليكس. اللعبه دي حاجه طازه كده معتمده على تقنيه الميتافيرس. طيب اللعبه دي وهنتكلم عنها حتى بتفصيلين هي لعبه عاديه بحضرتك بتعمل افاتار بتدخل على التطبيق بتدخل على اللعبه وتتعامل عادي جدا. طيب ايه الموجود جوه اللعبه دي؟ اللعبه دي معتمده ان انا وحضرتك وغيرنا بيدخلوا يعملوا اصلا افاتار ويدخل يلاقي عالم يقدر يعمل فيه كل اللي هو عايزه. في بعض الرومز موجوده لتعليم تاني لتعليم السرقه الحاجات الاباحيه ده على فكره موجود واحنا بنقوله وللاسف موجود ولازم نوعي اولادنا لان احنا دايما انا بشوف دايما ان فكره ان انا اوعي بالمخاطر حتى لو كان الموضوع صادم ولكن يشكل هو وقايه بالظبط او حل اولي للتصدي لكل الحاجات دي. طيب انا هستاذن هنروح للمزيد من التفصيلات مع حضراتكم بس هستاذنكم نرجع لفاصل وهرجع بعض الفاصل عند دكتور هشام رامي علشان الجمله اللي قالها مهندس احمد السخاوي ده ممكن الموضوع يصل الى انه ابني يحصل له عقد نفسيه بسبب الالعاب. كمان مع اعتراضي على كلمه عقد ولكن ممكن يحصل تاثيرات نفسيه ماشي كومبليكيشنز يعني بالظبط. طيب خلونا نروح للفصل ونكمل الكلام. طيب
خلونا بعد اذن حضراتكم نجدد الترحيب مره ثانيه بضيوفنا الاعزاء دكتور هشام رامي والمهندس احمد السخاوي. قلنا هنرجع للدكتور هشام، هل فعلا من الممكن، مش هقول بقى تقتي ما تقولش تعقيدات لانه مش هتسبب عقد، لكن هتسبب اضرار، اضرار وخيمه؟ مش في كل الناس، ولكن في بعض الناس بتسبب اضرار نفسيه سيئه جدا، خصوصا في سن الاطفال والمراهقين اللي لسه الجهاز العصبي في طور النمو. اللي لاحظناه على الناس اللي بيستخدموا استخدام مفرط للالعاب دي حاجتين: غياب المهارات الاجتماعيه، لان انا بقيت متوحد مع الجهاز لا امارس علاقات مع الاخرين، ده بيؤدي الى نقص في افراز هرمون في الجهاز العصبي اسمه الاوكسيتوسين. الهرمون ده مش بس بيساعدنا على المهارات الاجتماعيه، لكن ده بيساعدني كمان على حاجه مهمه جدا، هو الهرمون بتاع التعاطف، ان انا اتعاطف مع الاخرين. فالناس دول فعلا بيحصل لهم بلاده، مشكله بالظبط يا فندم، تبلد والقدره على الاحساس بالاخر والمهارات الاجتماعيه بتاعتهم بتبقى محدوده جدا. الحاجه الثانيه اللي لاحظناها عليهم الافراط في استخدام هذه الادوات، يؤدي الى نوع من انواع التوتر والقلق والحافزيه الشديده، بمعنى ان حاجه لما تيجي تكلمه ردوده بتبقى اكثر عصبيه من اقرانه، قدرته على التحكم في انفعالاته اقل، ففي نوع من التبلد من ناحيه ونوع من العصبيه من الناحيه الاخرى. في بعض الناس بيؤدي الى تاخر دراسي. ليه؟ لان انا بقيت متعود ان كل حاجه زرار ودوس زرار ودوس زرار ودوس، فلما تيجي مهارات حل المشاكل او مهارات بيطلق عليها problem solving skills او قدره على التعامل مع الاسئله اللي هي محتاجه كتابه او الحاجات دي، خلاص بقى المهارات دي مش موجوده عندي. الانغلاق الاجتماعي حاجه نوع من انواع التوحد، عارف حاجه مرض التوحد؟ طبعا مرض التوحد اقوى من كده، لكن بيجي لهم اعراض توحديه، لان انا اصبحت خلاص مش حاسس بالاخرين. هل ده بيحصل في كل الناس؟ لا، عشان برضو للامانه يعني، ولكن النسب بتاعته اعلى طبعا من الناس اللي ما بيعملوش الكلام ده. طيب هنا ارجع للمهندس احمد السخاوي، عشان انا برضو هاكشف جزء من الفصل بتاعنا، انه كان هناك اختلافات في وجهات النظر ما بين الدكتور هشام وما بين المهندس احمد. الدكتور هشام قال يا جماعه مش في كل الاحوال وما اقدرش اقول انها طول الوقت، فانا حتى قلت دكتور هشام يعني مش ادمان، قال لي مش كل الناس مدمنه. المهندس احمد قال يا جماعه خلي بالكم هي بتتسبب بالفعل في مشاكل كتير بتحصل في العالم، وهنا كانت نقطه الخلاف، مشاكل كتير بس مش في شكل ظاهري، أو بالأدق مش بترقى إلى مسألة أنها ظاهرة عالمية. طيب في جرائم أصلا مثبتة بالكلام ده، حتى وإن كانت حالات فردية، ولكن هي حالات تم التأثر بيه الحاجات اللي بيتفرجوا عليها أو بيلعبوها، زي الولد بتاع أستراليا اللي دخل قتل الناس كلهم انطلاقا من تقليد اللعبة اللي هي المشهورة بدون ذكر اسمها. ثانيا الولد في برضه كان في أعتقد في إيطاليا ولد جاب سكينة جاب بطن والدته وهو لسه عنده 5 6 سنين. فبنتكلم هنا في كيسز أصلا موجودة ممكن إن احنا نلاقي بعض التأثر فيها. ولكن تعالى بقى نتكلم، هل الألعاب الإلكترونية مقتصرة على الأطفال فقط؟ لا، الألعاب الإلكترونية ممتدة حتى السن، يعني في ناس عندها 50 و60 سنة مثلا في المواصلات أو في حاجة فاتحين التليفون وبيلعبوا. تعالى نتكلم بقى تكنيكال سنة كده. المزرعة السعيدة على فيسبوك صح؟ ده تامر حسني وعزة أبوه الله يرحمه. الله يرحمه. في طبعا حاجات بقى احنا لازم نوعي الناس منها تقنيا، يعني زي مثلا حاجات ممكن ان انا العبها على التليفون بتاعي بتاخد صلاحيات جوجل بلاي، تقدر من خلال التليفون بتاعي ان هي تبعت زي اس ام اس كده عن طريق الدفع بالخدمات الالكترونيه، او تقرا وباكد تاني تقرا الكريدت كارد اللي انا بربطها مثلا بحساب جوجل خاص بيا، ومن خلالها ممكن تدفع. ده علشان الناس أولاين. عادة عمياني هو بيداونلود اي ابلكيشن بيعمل اوكي 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 بيعدي الصلاحيات أوكي. اللي هي المفروض مرتبطه بالتطبيق، زي مثلا صلاحيات الكاميرا، زي صلاحيات ان هو يوصل للمعلومات الشخصيه اللي داخل التليفون نفسه، يوصل لمثلا المايك، الحاجات اللي هي المتعلقه بالسيفتي كلها خاصه بالتليفون، ويعدي كل ده. في تطبيقات يا جماعه، وفي اصلا احنا ممكن نحمي نفسنا وهنقول ده برضه ازاي، ولكن في تطبيقات عن طريق الالعاب، يعني مثلا سي خلينا نتكلم في حاجه صغيره جدا ونطبقها على الالعاب. تطبيق مثلا انا فاتحه وبقرا منه مثلا اخبار، ياخد لي صلاحيات الكاميرا بتاعتي، ياخد لي المايك ان هو يسمع المايك بتاعي. اذا هنا في حاجه غلط. فتعالى بقى نطبق الكلام ده على الالعاب الالكترونيه، نفس الكلام بالظبط. طفل مثلا بيلعب لعبه، ليه تفتح عليه المايك؟ ما بيجي يقول لك ليه تسمع أنا مثلا اللي بيحصل عنده؟ انا بلعب مع اصحابي، فاحنا بنتكلم مع بعض واحنا بنلعب، فاحنا عاملين فريق قدام الفريق التاني. في العاب اصلا الصلاحيات بتاع المايك هي اصلا مش موجوده داخل اللعبه. يعني سيبك من العاب القتاليه الجروب والجو ده كله، لا، في ممكن العب زي مثلا الشطرنج مثلا،
ده واحد لواحد وخلاص بيلعبوا خلاص هم يعني في عضو بقى يحكوا مع بعض. ده مثلا في بعض الالعاب انا لقيتها بحاجه زي كده بدون ذكر رب واسماء موجود فيها ان انت تفتح صلاحيات المايك والكاميرا وتكون اصلا انيبل باي ديفولت. طب دي ليه؟ تعالى بقى النقط اللي هي التقنيه ليه؟ ممكن عشان يتفاعل قدام اللعيب اللي قدام مثلا في هو اصلا ما فيش حركه حاجه زي كده. ما هو ممكن يكون مثلا عاوز يعمل موف او حركه بس انا جاي لك حركه عليها تاني فانا اقول له ايه؟ اثبت يلا. احنا مش بنلعب مع عيال. ما هو انا جبت اللعبه حللناها ككودنج ما فيش اصلا جواها فكره ان انت تنيبل حاجه تبقى فيه مثلا نوع من انواع المشاركه مثلا مع اللعيب التاني وبلعب وبسمع وبفتح الكاميرا. فاصلا ما فيش جواها ككودنج حاجه زي كده. انا بكلمك في فكره اصلا موجوده في الالعاب نفسها. نخلي بالنا لان ده كمان ممكن هو يحصل تجسس عليا. ممكن وانا قاعد كده قاعد العب الكاميرا القداميه او الاماميه بتصورني. طب لو بتصورني بقى وانا مثلا سي انا بنعكس شعري بقى وبهدل الدنيا كده جابتك الصوره وممكن اصلا حد هاكر يحاول ان هو ياخد الكلام ده ويبتزك بيه يبدا بقى يستخدم حاجات ويحطها على ديب فيك ويهز. طب هنا عايز ارجع بقى برضه للدكتور هشام رامي. انا النهارده عاوز انا كيوسف انا كاب عاوز ولادي ولاد اخواتي قرايب نرجع عيله زي ما انا اتربيت يعني فوبالتالي نقعد مع بعض وفي نفس الوقت الاقي العيال تاخد منها التليفون تتعفرت وانا مش عارف اتعامل معهم ازاي. في جانب اللي هو زي ما ذكر باشمهندس انه في جانب كده اللي هو اخلاقي ساعات الناس خانق فيه مالكش دعوه بموبايل ولاد هذا يعتبر تدخل في حياته. يا جماعه دي عيال غير راشده هم لسه تحت ولايتي. الصح ايه؟ اول حاجه الصح ان احنا اولا نعمل حاجه اسمها فاليديشن يعني نؤكد لاولادنا انها حاجه حلوه وممتعه وانا متاكد انكم تستمتعوا بيها. لاني لما اقول لهم انها حاجه وحشه وهم قاعدين مبسوطين انا بفقد مصداقيتي. فالاول باكد لهم ان انا فاهم انها بتبسطهم وفاهم انها فيها جوانب ايجابيه. حلو. فكره ان انا بلعب مع ناس من جميع دول العالم ده جميله بعرف قيم يعني ليها فوائد. ولكن زي ما ليها فوائد هي ليها ايه جوانب سيئه. فاحنا هنحاول ناخد فوائدها ونتغاضى عن جوانبها السيئه زي ما الباشمهندس كان بيقول بقى بالطرق اللي هي التقنيه بتاعتها كده. الحاجه الثانيه اوفر بدائل يعني انا ما اقولوش ما تلعبش بالتليفون وبعدين مش هنعمل حاجه ثانيه. يبقى لازم انا كاسره اوفر لاولادي بدائل يتسلوا بيها غير التليفونات وغير الالعاب الالكترونيه. هم تولما زي ايه؟ لا لا لو متوفره هنعملها. والله العظيم تولما لو ابتدينا من السن الصغير ما اصل ابني زي ما عوده ابني زي ما هربيه بنتي زي ما هربيها. لو انا معوده من الاول ان احنا مثلا يوميا بننزل كلنا نتمشى من الساعه 2 للساعه 3 ونشتري مثلا ايس كريم كويس اي حاجه بنعملها فاحنا خارجين متربيين على كده متربيين ان احنا في الويك اند بنروح نزور جدتنا اللي بتعمل لنا الاكل اللي احنا بنحبه ان احنا بنخرج مع بعض. لكن بدون توفير بدائل ان انا اقول للحد بطل حاجه انت بتتبسط بيها طبعا هندخل في صراع لا نهائي له. يبقى انا كاسره انا بوفر بدائل منذ البدايه للاطفال او للمراهقين احنا بنعملها مع بعض. بس هم ساعات مثلا نيجي احنا كلنا اتعودنا انا معود يعني نلعب شطرنج وطاوله ودومينو واونو وكوتشينه وبنك الحظ وتمام. هيل. العيال بالسن لما بتخش في مرحله سنيه معينه بتبقى شايفه ان البورد جيمز دي حاجه مش كول ممله وايه ده يا عم انت قديم قوي بالكلام ده بطلناه. اذا انا كمان بتطور معاهم مش كده؟ لا انا بتطور معاهم صحيح. يعني انا برضو ببتدي العب العاب الكترونيه ونبتدي نشترك مع بعض نلعب العاب الكترونيه. حقيقة انا بالجيل بتاع البلاي ستيشن مثلا فكنت بقعد العب مع ابويا بلاي ستيشن. في جيل تاني كانوا زي حضرتك بتقول اللي هو الجيم بوي والحاجات دي ليه ما نلعبهاش مع بعض؟ لا ده قبل الجيم بوي جيم بوي كمان قصدي يعني انا كاهل والسلم اتعمل طبعا انا كاهل يجب ان اتطور واشارك اولادي الحاجه. وزي ما الباشمهندس كان بيقول حاجه مهمه جدا عيني عليهم هو بيحصل ايه وايه تفاصيل ما يحدث مش كده؟ لا هل صح ولا غلط ان انا امسك تليفون الولد واعمل عليه بارنتال كنترول لسن معين؟ صح طبعا وهو طفل ده اكيد ده من غير شك. طب مراهق وهو مراهق لغايه سن 16 17 من حقي مش كده؟ لا ولكن الافضل اعملها برضاه برضاه. بمعنى ايه؟ انا معوده ان احنا بنلعب مع بعض مش كده؟ لا احنا معوده تعالى يا حبيبي اتفرج على تليفوني مش كده بص اوريك على الحاجات اللي بتعملها وانا كمان بتفرج على تليفوني. طب سؤال يا دكتور ممكن اجيبها له في صنعه لطافه كده ان انا همسك تليفونك حتى لو كده؟ طبعا لحد سن العدي ال 20 كمان؟ لما اعدي ال 20 ممكن بس هيبقى زي ما بتعامل مع واحد صديق مش كده؟ لا يعني خلاص ده راجل كبير لكن لغايه سن 16 17 اعملها بقى ازاي مهارتي وانا بعملها مع ابني دي مهاره مهمه جدا ان انا اديله واخد منه مش ولا لا؟ يعني بص تليفوني انا ركبت عليه مش عارف ابس جديده وريني بقى انت تليفونك عشان نشوف كذا. على فكره انا واحد صاحبي قال لي ان ابنه اكتشف انه بيعمل حاجات جنسيه
انا اكيد متاكد انك ما بتعملش الحاجات دي بس تعالى نتاكد مع بعض. ما رزعلوش كده الابلكيشن يعني ما تدخلش في صراع حاجات كده اللي هي بتتجسس بيها ما خبطوش كده من غير ما ياخد باله. لا احب انا الحاجات دي. لو غير له في السيتنجز عشان ما يشوفش الابلكيشن ده مقروبه. بص يا فندم لو قفش ان ابويا بيتجسس عليا تبقى مأساة. مأساة مأساة بقى لان دي هيفقد ثقه بقى علاقه صح. للابد يعني. فارجو من حضرتك بلاش النصيحه دي. لا انا ما بعمل كده. انا طيب انا يمكن في دقيقه ونص ما اعملوا لي اختم انا عايز ارجع لمهندس احمد السخاوي. انا افرق ازاي سواء اذا كنت انا شاب من الولاد ولادنا اللي بيتفرجوا علينا او انا كاب افرق ازاي ما بين انه الجيم او اللعبه او الابلكيشن حتى بتاع اي حاجه ده امن وكويس ولا انه ده في وراه شيء مش اللي هو مش ولا بد. في ثلاث حاجات. اولا مراجعه اليوتيوب ممكن ادخل اتفرج اصلا انا كولي امر الاول اتفرج ده صح ولا لا. واعتقد المراجعات لما اتفرج مثلا على عدد كافي من الفيديوهات ممكن افهم الدنيا رايحه فين وجايه منين انطلاقا من الكور بتاع اللعبه. ده رقم واحد. رقم اثنين ممكن اصلا ابتدي ان انا يعني استخدم بعض البرامج البسيطه كده زي اب بريفيشن ووتشر ده حاجه موجوده اصلا ممكن ان انا افحص التطبيقات بالعربي يفهمني التطبيق ده خواصه ايه طالع على فين في صلاحيات ايه ايه الحاجات اللي ممكن تكون مريبه حبتين فانا ابعد عنها وده بخلي بالي منه. ثالث حاجه وممكن اكتب اسم التطبيق واكتب جنبه كلمه سكان بشكل بسيط جدا انا بكلمك في المستوى الابسط جدا 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 من الموضوع بتاع الفحص وافهم اصلا التطبيق ده هيديني بعض الريبورتس كده من شركات الحمايه فيها التطبيق ده تمام ولا مش تمام كويس ولا لا والتبعيه بخلي بالي وابقى فاهم الكور بتاع اللعبه ايه انطلاقا من التقارير اللي بتطلع لي وده على فكره سهل جدا ممكن بسكان على جوجل نجيبه. واعتقد الثلاث حاجات دول كمستخدم اولي اقدر ان انا افهم الدنيا رايحه فين وحتى كواحد بيمارس اللعبه دي اقدر برضو ان انا احكم عليها وابقى فاهم انا مقبل على ايه. انا عاوز اولا اشكركم جدا عشان استفدت كأب بالمناسبه يعني واعتقد كل الناس اللي بتتفرج علينا استفادت حتى جيل ولادنا لو حد دلوقتي لسه صح المفتريه وصحيين وبيتفرجوا. دكتور هشام وبشمهندس احمد نورتونا وشرفتونا. شكرا لكم. الخلاصه وانا بختم كده خلاصة كلام دكتور هشام اوعى تخلي الثقة ما بينك وما بين عيالك معدومة لانها هتبقى باظت. ده واحد. اتنين كلام مهندس احمد السخاوي اقعدوا اقروا عن الابليكيشنز كويس انت كابني او انت كصديقي الاب المسكين اقروا كويس عن الابليكيشنز مع مساحة الثقة ابنك هيسيب لك التليفون يقول لك بصوا تعالى ندور سوا لحسن يطلع بعدين الابليكيشن دي في حاجة مش ولا بد الى اخره وبالتالي امن تليفونك مية مية وخلي علاقتك بولادك 1000%. خلصت الحلقة لحد كده. لو كده العمر هنتقابل بكرة دقايق كريم رمزي هتلاقيه فتح الباب وداخل علينا دلوقتي ورقم 10 استنوني.